ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقلنا إن الكلام عن سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تكرر في هذه السورة، وتكرر قصة نبي في سورة واحدة لم يرد إلا في هذه السورة، فقد ذكر أمر موسى عليه السلام وعلى نبينا عندما قال أن قال الله له اذهب إلى فرعون وأتي بآياتنا، ولم يزد على أن تكلم عن إبلاغ فرعون بالأمر، ثم انتقل من الإبلاغ إلى القيامة قال يقدم قومه يوما، ولم يتكلم في قصة عن موسى قبل ذلك إلا في هذين المهم إتيان فرعون وإلقاء الآيات إليه، ثم أعقبها مباشرة بعد هذه الأولية بالختام الذي ينتهي إليه فرعون في القيامة. فلم يذكر من قصة موسى إلا بدأه مع فرعون وإلا ختامه مع ربه يوم يقدم قومه يوم القيامة ليوردهم النار. وقلنا هذا أمر عجيب، فكيف جاء بموسى هناك بهذه الصورة ثم جاء به هنا؟ ولقد آتينا موسى الكتاب، ابتدى في رسالته. قلنا إن موسى إنما ذكر هناك لأنه جاء بعد قول الحق وإلى مديان أخاهم شعيب، ولأن لموسى علاقة بشعيب في مسألة قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس فلما جاء السياق في هذا ناسب أن يذكر قصة موسى. ولكن العجيب أنه لم يذكر مع شعيب قصة موسى مع شعيب، وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون في الإتيان. يجب أن نعلم أن موسى لم يكن آتيا رسولا إلى فرعون إلا لمهمة واحدة، هذه المهمة أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فجاء أمر تبعي، وأما رسالة موسى الحقيقية فلم تكن إلا لبني إسرائيل، ولذلك قال هناك آتيناه الآيات ليقنع بها فرعون، وأما هنا فجاء بالكتاب ليؤدي إلى بني إسرائيل المنهج، وإتيان الكتاب كان بعد لقائه لمين؟ لموسى. وسورة هود تكلمت عن مواكب الرسل، تكلمت مثلا عن نوح، ثم تكلمت عن هود، ثم تكلمت عن قوم إلى صالح، وإلى هود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هود، وتكلمت عن إبراهيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وتكلم عن مدين، ثم تكلم عن موسى مرتين، مرة في علاقته بفرعون ومرة في علاقته ببني إسرائيل. ونجد في كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهي للناس عموما من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، إلا أنه في كل رسول جاء باللقطة التي تعالج داء موقوتا عند القوم. فمثل مرة يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قدر مشترك، وبعد ذلك يأمرهم بأنهم ما يعبدوش الأصنام دول كان في قوم، وبعد ذلك يقول لا تنقصوا المكيال والميزان ده كان عندي قوم، وبعد ذلك يأتي ليقول وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أمة كسلانة يقول لا أنشأكم. فكل لقطة مع كل رسول جاءت بداء في الأمة، ولكن الإسلام جاء ليعالج داءات البشرية كلها. إذن فهو لا يقص علينا القصص القرآني فقط للتسلية ولا لقتل الوقت ولا لعلم بالتاريخ، ولكن لنلتقط العبرة من كل رسول إلى أمة ليعالج داء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر، وستكون فيها كل الأدواء، فكل لقطة رسول تنفع في علاج هذه الأمة لأنها ستستوعب الزمان كله وتستوعب المكان كله. يقول الحق سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة، جاءني محمد وما هو عليه فأكرمته، أكرمت من محمد ولا علي؟ إذا تقدم اثنين على ضمير غيبة يبقى يصح يعود الضمير لده ويصح الضمير
يعود إلى آدم. فهنا تقدم أمرين اثنين، موسى والكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. في من؟ في موسى أم في الكتاب؟ الاثنين، لأن الخلاف في واحد منهما يؤدي إلى الخلاف في الآخر. ما فيش انفصال بين موسى والكتاب، لأن ما موسى لولا الكتاب الذي أنزله عليه، ما موسى لولا أن الله أرسله رسول. إذن فهناك أمران يلتقيان، أمر الرسالة وأمر الرسول، أمر الرسالة في الكتاب وأمر الرسول في الاصطفاء، إذن فهما أمر إيه؟ واحد. ما عملكمش أمرين، لأن ما فيش رسول بينفصل عن إيه؟ عن من؟ فاختلف فيها. إن أردتها ولقد آتينا موسى، هذا المذكور الأول، الكتاب فاختلف فيه. إن أعدت الضمير على الأول اختلف في موسى، أهو رسول أم غير رسول؟ أو هو صادق أم هو كاذب؟ والكتاب ده صحيح من عند الله ولا مش من عند الله؟ إذن فهما إيه؟ يرتقيان. ولقد آتينا موسى الكتاب، وإحنا قلنا إن كل حاجة تتعلق بفعل الحق لله ذات، ولله صفات، ولله أفعال. فهل تكون له ذات وتنظر للذات؟ إياك أن تشبهها بذات من الذوات التي تعرفها، ذات ليست ككل الذوات. أدوان. وهب أن لله فعل، يبقى له فعل ليس ككل الأفعال، ولله صفة ليس ككل الصفات. مثلا الله موجود وأنت الآن موجود، إذن ففيه وصف وقدر مشترك، ولكن أوصفه في الوجود كوصفك في الوجود؟ وجودك طارئ وقد وينعدم، ووجوده واجب ولا ينعدمش. طيب بعض قد يكون له صفة زي غني، هو غني وإحنا نقول فلان غني، نقول ولكن أغناك كغنى؟ لا، إن غناك موهوب وغناه ذات على الأول. إذن فكل صفة وكل فعل ذات الله إن وجد في مثلها البشر ليس كمثله، في إطار ليس كمثله إيه؟ شيء. له سمع، نقول له صحيح له سمع، وأنت لك سمع، وله بصر، وأنت لك بصر، وله وجه، وأنت لك وجه، وله يد، ولكن ولله ولك يد، إنما أسمعك كسمعه، أبصرك كبصره، أيدك كيدي. خذ كل الصفات في إطار ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. فإذا تكلم الحق عن الفعل فخذ كل فعل صدر منه بقوته غير النهائية، ما تاخدهاش بقوتك ولا بقانونك أنت، خذها بقوته. ولذلك دائما يجمع الفعل إنا أنزلنا، إنما في الذات يقول إنني أنا الله. الذات إيه؟ واحدة، ولكن صفات الكمال فيه إيه؟ متعددة. فآتينا، كان يقول آتيت موسى الإيه؟ من الذي آتاه؟ إنه الله هو الواحد، إنما آتينا لأنه يستلزم صفات متكاملة علشان هذا الإتيان، يستلزم علما ويستلزم حكمة ويستلزم قدرة ويستلزم عفوا ويستلزم جبروتا ويستلزم قهرا. إذا ففي أشياء إيه؟ كثيرة فتكاتف عشان إيه؟ عشان إتيان هذه الإيه؟ هذه الآية. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. طب إذا كان موسى قد أوتي الكتاب فاختلف فيه، لماذا لم يأخذ الله قوم موسى كما أخذ قوم نوح، وما أخذ وإلى عاد أخاهم مدين، وإلى هود أخاهم إيه؟ صالحا، وإلى مدين أخاهم شبا، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من قصفنا ومنهم من أرسلنا عليه صالح. أم قال لك لأن سبق أنني أؤجل العذاب لهؤلاء إلى يوم الإيه؟ القيامة. فكأنهم ما نجوا من العذاب، الذين خالفوا موسى واختلفوا في الكتاب ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم، إنما نجوا من عذاب الله بأن الله جعل للعذاب أجلا، هو يوم الإيه؟ يوم الحساب ويوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، حكم حكما فصلا كما حكم في الأمم الإيه؟ في كانت الأمم السابقة الرسل عليهم البلاغ فقط، وليس عليهم أن يحاربوا من أجل إرساء دعوة أو تثبيت حق. والسماء هي التي تتدخل، فحين تتدخل السماء بتعمل خصف وأمر نهائي، لكن في موسى ابتدأت المسألة يقول لهم لا، هنأجلكوا إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. لقضي بينهم
وانهم لفي شك منه مريب. في شك من ايه؟ برضو منه زي اختلف فيه، من موسى ولا من الايه؟ ولا من الكتاب. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. اذن الكلمه كانت الرسل في العهد الاول قبل موسى اللي يكذبهم رسول ربنا ياخذهم بعذاب من السماء، فاجل الله العذاب الى القيامه. بيقول لا، لا تعتقدوا ان تاجيل العذاب الى يوم القيامه معنى انهم فلتوا من العذاب، بل كل واحد منهم سيوفى جزاء عمله، وتوفيه الاجزيه بالثواب لمن اطاع وبالعقاب لمن اعصى امر ات لا محاله. فقال ان كل واحد من هؤلاء ربنا يوفيه ايه؟ يوفيه جزاء عمله. يبقى توفية الأجزية على قدر الأعمال كفرا وإيمانا أو صلاحا أو فسادا، إنما يأتي يوم الإيه؟ يوم القيامة. هنا وقفة في النص الأسلوبي. الوقفة دي الذين لا يفهمون العربية بملكة، كان العرب قديما يفهمون العربية بملكة ولا تعلم، يعني لم يجلس واحد منهم الى معلم ليقول له الفاعل مرفوع والرفعه علامتها الضمه، وان كان مثنى يبقى بالالف، وان كان مش عارف يبقى في الرفع، وان كان في النصب ما عندوش كلام منه، والمبتدا له الضمه ما عندوش كلام. امال بيعمل ايه؟ اتكلم ازاي الفصيحه دي؟ الامه المفتوحه على الاداء البياني، الاداء البياني الرائع الرقيق الدقيق، تتكلم ازاي؟ أم قال لك يا اخي اللغه ليست جنسا وليس الدم، بمعنى ان الانجليزي لما يتولد من انجليزي مش يتكلم انجليزي، والعربي مش يتكلم ما يتكلمش عربي. امال ايه؟ اما قال لك ليس الدم وليس جنسا وليس بقعة ولا بيئة، انما اللغة ظاهرة اجتماعية، فالمجتمع الذي ينشأ فيه الطفل هو الذي يحدد ايه؟ لغته. فان جئت بانجليزي وسط عرب يتكلموا العربية، وإن أخذت عربيا في وسط هي إنجليزية تكلم إيه؟ إذن لا هي دم ولا هي جنس ولا هي بيئة ولا هي أي حاجة. إذن فاللغة ظاهرة اجتماعية ينطق اللسان فيها بقدر ما تسمع الأذن. فإن سمع إنجليزي يتكلم، إن سمع عربي يتكلم عربي، فرنسي، إيطالي، ألماني، كل حاجة كلام عربي. فالعربي الذي نشأ في البيئة العربية، والبيئة العربية بيئة كانت منعزلة، وكلما كان الانعزال فيها عن الغير كلما كانت اللغة سليمة. ولذلك كان العربي الذي ينشأ في حاضرة يأتي إليها أغراض كثيرين كمكة مثلا والمدينة والفتح، ويأخذ الوليد من البلاد اللي فيها غير عربي وينقله إلى إيه؟ إلى البادية، علشان إيه؟ لا تسمع أذنه إلا عربية فصيحة، يقوم يطلع يتكلم ايه؟ فصيحة، من غير ما يقعد الى معلم ويقول له الفاعل مرفوع والمش عارف ايه اللي بتجره ومين، ما يعرفش الكلام ده خالص، انما يتكلم بايه؟ ولنقرب هذا الامر نقول نحن هنا لنا لغتان، لغة نتعلمها في المدارس، ولغة نتعلمها من البيت والشوارع والحواري. اللغة اللي بنتعلمها بالشوارع والحواري لغة التخاطب العادية دي، لها مدرسة؟ أبدا ملهاش مدرسة. أمال إيه؟ بنتكلمها كده ونطح من البيئة. لحد ما نحب نكلمه خليه يتكلم لغة خاصة، نقوم نعلمه بقى، نقول له تعالى بقى الفاعل يبقى كذا والمفعول يبقى كذا. لكن هو لم يتعلم العلمية لم نجلسه إلى معلم، وإنما التقطت أذنه من مين؟ من البيئة. فإن سمعت كلاما فصيحا نطق لسانه بكلام فصيح، وإن سمعت كلاما ملحونا. لما تروح مثلا في البادية ويتكلموا نبطي، الولد يطلع يتكلم نبطي، تروح مثلا في الأردن يتكلم أردني، تروح السودان يتكلم سوداني، الصعيدي يتكلم صعيدي. دي لغة مين؟ لغة الشارع ولغة البيت وعدم تعلم. لكن تريد أن تعلمه فصيحا، نقول له لازم تقعده لمين؟ لمدرس بقى. ليه؟ قال لك اللغة العربية الفصيحة كانت زمان كاللغة العامية الآن، لا تحتاج إلى معلم. ليه؟ لأنه لا تسمع أذنه إلا كلام فصيح، فما دام تسمع كلام فصيح يبقى لسانه يتكلم إيه؟
الناس اللي بيتعلموا بقى اللغه اسمها لغه صناعيه، بنصنع انفسنا، بنصنع. فالذين يتعلمون اللغه صناعه غير الذين يتعلمون اللغه ايه؟ ملكه. ولذلك تجد مثلا دلوقتي في ناس دلوقتي من اللي عايزين ايه يقعدوا يعملوا مطاعم في الاسلام والقران ومش عارف ايه، يقول لك ده القران فيه لحم. قال اللي بيتعلم اللغه الصناعيه الان بيقول للعرب القح اللي استقبلوا القران ده القران فيه لحم. طب بالله لو القران فيه لحم، مش كان اللي في العرب اللي بيتكلم بالسليقه كان هو اللي ياخده على القران؟ ولو انهم اخذوا لحنا على القران في زمن نزوله ما كانش حاجه بسيطه يقول له محمد اللي بيقول لكم انا جايب لكم كتاب بتاع ده ولحم في ايدي ولحم في ايدي. هل سمع احد ان واحدا لحن القران في شيء؟ تلك هي لغه الملكه. اللي بيتعلموها الان بالصناعه يجي يقول لك ده القران في ايه؟ يقول له انت قلت القران. لا، انك لم تتكلم بملكه اللغه. لو تكلمت بملكه اللغه كنت عرفت ان القران نزل باللغه الفصيحه البليغه على امه فصيحه بليغه صناعتها الكلام. ولامر ما ابقى الله صناديد قريش وصناديد العرب على كفرهم. مش من اول الامر امنوا، انه بعدين نقول ده لما امنوا ستروا على القران عيوبه. لا، ده فضلوا ايه؟ فضلوا كفره. علشان لو كان عندهم مغمس ولا اي حاجه يقدروا ايه يقولوا مش الايمان يمنعهم. ادي عله بقاء بعض الصناديد على مين؟ على كفر. يعني ما دلسوش على القران. يوم يجي اللي عايشين في القرن العشرين وبتعلموا اللغه صناعه يقول لك ده القران في لحن. زي ايه يا سيدي؟ زي ده اللي احنا فيه. وان كلا نفهم المعنى الاول، يعني كل واحد ايه ممن صدق وممن كذب ايه هنوفيه ايه جزاء. فتوفية الأجزية للطائع ثابة وللعاصي عقوبة محلها مين؟ ده المعنى العام. هتبع اللفظ إن، احنا عارفين إن إن دي خدناها في التعليم، إن حرف إيه؟ توكيد. يعني تؤكد الكلام اللي إيه؟ اللي جاية فيه. تؤكده ليه؟ لأن اللي بيقابلك قد يكون منكرا. لما تيجي تقول له محمد مجتهد، كلام ابتدائي. انما يجي يقول لك يا شيخ لا هو مجتهد، ولا هتقول له ان محمد مجتهد. الله، يبقى ابتدات بعد فيه فرق بين الخبر لخال الذهن وتاكيد الخبر لمين؟ للمنكر. والانكار مراحل. فاذا اردت ان تخبر واحدا بخبر اول الامر تقول له زارني فلان امس. خلاص، ما فيش حاجه. ما تقولوش والله ان فلان زارني بالامس. نقول له الله بتقسم ليه وتاكد ليه؟ المساله احنا ما نعرفش الخبر قبل كده. يبقى اذا لما تصادف الخال تقول له ايه؟ محمد زارني بالامس. فقال لك يا شيخ ده محمد كان في الحته الفلانيه، تقول له ان محمد زارني بالامس. يقول لك يا شيخ ده اتقابله في المكان، يقول والله ان محمد زارني بالامس. الله، يبقى انا بجيب تاكيدات على حسب ايه؟ على حسب الانكار. كلام قوي. لما يجي يأجل ربنا العذاب للناس في الدنيا يقول لك يمكن ربنا بقى ما عادش هيعذب. قال لهم لا، ده ربنا هيعذب. ان لك بالتوكيد كلا، يعني من الطائع ومن الايه العاصي ومن المكذب ومن الايه ومن المصدق. ان كلا، لا كان الكلام بعد اسلوب ان كلا ليوفين الله اعمالهم. الكلام مستقيم ولا لا؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين والكافرين والمؤمنين ليوفينهم ربهم ايه؟ اعمالهم. يبقى الكلام ماشي ترى. ايه اللي خلى الاسلوب في الكلام؟ عشان نتكلم في الايه. قال لك ان كلا لما ليوفينهم. لان لما دي جت كده ايه؟ لان هي كان يقول ايه؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين ليوفينهم ايه؟ اعمالهم. خلاص والمساله استقامت. تبقى لما دي جت لي ايه دي اللي وقفت في زور مين؟ في زور اللي عايزين يتورقوا على القران. يقول لك لما دي ايه؟ ان كلا لما ليوفينهم. اقول له ما انت اصلا خدت القران ايه؟ مش ملكه. لو انك اخذت القران ملكه لاستقبلت اذنك كما استقبله العربي الخالص اللي مش مؤمن حتى، اللي كافر ويريد ان يجد ثغره ينفذ منها الى تكذيب الرسول وتكذيب القران. فلو انه كان على لغه شاف حاجه كده فيها كده كان يقول اسمع يا اخوي، اقول لك نتحدى وكلام فصيح او كلام. لما دي بتعمل ايه؟ ما قالهاش. ليه؟ لانه فهم مرادها، لانه يتكلم يسمع كلاما
لغته فيه بالملكة بالفطرة مش بالتعلم. وإن كل لما لا يوفيده نشيل لما يستقيم الكلام يبقى يقول لك لما دي ملهاش معنى خلاص انتهينا الكلام. إن كلا أي كلا ساعة ما تسمع تنوين اعرف التنوين ده يسمونه تنوين العوض عن الجملة حتى إذا بلغت الإيه الحكم. وأنتم حين إذن التنوين ده جاي ليه؟ وأنتم حين إن لقيت محمد فحين إذن تكرمه حين إذن يعني إن تلقاه تبقى التنوين ده عوض عن جملة تبقى كلا أي كلا من مين؟ كلا من الطائع ومن يبقى التنوين ضاع وضع عن شيء موجود لا يوفي النوم. فلما جت هنا في الواقع نقول له طب نبحث بقى في لما دي في اللغة ما انت عايز تتكلم بقى كلام صناعي نتكلم نبحث عن لما في اللغة بتعمل ايه. لما استعملت في اللغة بمعنى الحين والزمان. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني حين جاء موسى لميقاتنا خلاص يبقى لما تبقى ايه لما الحينية حينية يعني بتدل على ايه. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف حل لما الى الزمن قول ايه ولما فصلت العير ايه يعني حين فصلت العير من مصر وخرجت قال ابوهم اني لأجد ايه ريح ايه ريح يوسف. يبقى لما تيجي حينية. ولما تأتي للنفي قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن لما الحينية بتبقى اسم لما بتاعت النفي بتبقى حرف وبتبقى زي لم زي ما بتنفي بلم تنفي بإيه بلمة بس نفي لم غير نفي لم. لما نفيها الى ان تكلمت ما حصلش لكن يحصل بعد ذلك. لكن لم يأتي زيد وقد جاء لم يأتي زيد بالامس وقد ايه يبقى ينقطع نفيها وقت الكلام لم يأتي في الماضي انما جه دلوقتي. يبقى لم بتنفي انما ايه قد ينقطع نفيها وقت التكلم خلاص كويس. لكن لما يظل نفيها بدون انقطاع حين تتكلم الى ان تكلمت ما حصلش لكن هيحصل بعد كده. لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين يبقى ده دليل على انه الى الان ايه لم يثمر لكن ايه يثمر بعد. يبقى اختلفت في لم يبقى لم ولما اتفق في نفي الفعل لكن لم تنفي الفعل في الماضي وقد يجيء ساعة تتكلم وقد لا يجيء. لكن لما تنفي في الماضي وتنفيه بعد ساعة ما تكلمت انما تؤكد لك انه هيحصل هو ما حصلش انما ايه. ولذلك حينما سمع قالت الاعراب امنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا ايه اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم يعني الى الان ايه ما دخل. انتم بتعملوا اعمال منافقين لسه الايمان ما تغلغلش في ايه. قالوا ما دام قال ولما يبقى فيه إيذان بأن الإيمان سيدخل يبقى فيه إيذان بأن الإيمان إيه سيدخل. يبقى إذن لما تستعمل حينية لزمن لما يعني حين وتستعمل حرفا للناس كلام إلا أنها تختلف مع لم. لم لا يتصل نفيها بساعة الكلام إنما كان في الماضي وقد يتغير دلوقتي لكن لما يتصل نفيها إلى وقت الكلام وفيه إيذان بأنه إيه يحدث. هنا العربي يكون بيتكلم بالملكة في ساعات زي ما التنوين جه عوض عن جملة يقوم يجي يحذف حاجة لدلالة حاجة عليه ما هي ملكة بقى بيتكلم الملكة يعني بإيه بيفهم كده بالإشارة. فيجي مثلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية يعني أمر عجيب في فئتين طائفتين حصل بينهم قتال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه كافرة. وشوف بقى ملكة الأداء فئة تقاتل في سبيل الله حد
ابتدى في الفئة الاولى المعنى المقاتل فيه انها تقاتل في مين، انما هي ايه ما قالش فئة مؤمنة، لان ما دام في سبيل الله تبقى ايه، كأن كلمة في سبيل الله تطوى ايه، كأنه فاهم. لقد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. منين جبت مؤمنة؟ ثم قال لك الملكة ما دام في سبيل الله يبقى ايه، يبقى لازم مؤمنة. طب وفي الآية والتانية، والتانية بتقاتل في ايه؟ كان يقول في سبيل الشيطان، قال تقاتل في ايه واخرى ايه، كافرة، ما قالش تقاتل في، اللي تقاتل في سبيل الله يقابلها المقاتلة بمين؟ في سبيل الشيطان. يبقى لقد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله، قلنا اه ده تبقى مؤمنة. تبقى حط بقى اللي محذوف ايه، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. واخرى لو على النسق الادائي كان يقول واخرى تقاتل في سبيل الشيطان، نقول ناخد منها انها ايه، كافر. يبقى هيطلع من المعنيين ايه، قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل. طيب في مؤمنة خدناها منين؟ من المقابل كافرة، لأن ما دام الثانية كافرة تبقى الأولى إيه؟ طب وما دام الأولى بتقاتل في سبيل الله تبقى الثانية تقابل في سبيل مين؟ يبقى خدنا المحذوف من هذه يدل عليه المذكور في هذه، وهكذا. فانتهت الآية إلى معنى قول الله قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه؟ كافرة تقاتل. بالله لو أننا قلنا كده يقول لك ما في تكرار، طب ما كان يكفي أننا نقول كده فئة مؤمنة وأخرى كافرة، أو فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقاتل في سبيل الإيه؟ الشيطان. ولكن القرآن احتاط لمقادير الناس في الفهم، ما جابهاش على نمط واحد، قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان، قال لك لا نجيب كافرة علشان اللي ما عندوش عقل أوي يقول الأولانية تبقى مؤمنة ودي في سبيل الشيطان تبقى دخلة كافرة. يبقى خاطب الناس على قدر إيه؟ على قدر عقولهم بما إيه؟ بما تستجيب له ملكاتهم في الفهم. إذا فالحذف لدلالة شيء وارد في الفهم. ده كلام عادي. يقول لك إيه؟ إني على العهد وصلت أم لم، يعني أم لم إيه؟ وصلت أم أم لم، أم لم أي أم لم تصل. الله حذفها ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا قال إنها وصلت والتانية أم لم، يعني ما وصلت، يبقى أنا على العهد لكن كنت واصلة أم إيه؟ أم هاجر. يبقى إذا حذف شيء لدلالة السياق عليه وارد في اللغة. طب لما قلنا بتعمل إيه بقى؟ لما بتيجي من فعل وتدل على انه منفي الى الان ولكنه يجيء بعد الان، والكلام في العقاب هو لم يجي الان وانما يجيء بعد الان، يوم المناسب له من بقى المناسب له لما على الاول. وان كلا لما لا يوفينه، لما ايه يعني، وان كلا لما ياتي اجل التوفية اللي هو القيامة لا يوفينهم ربك أعمالهم. يبقى إذا لما جت لنا عشان تخدم لنا إيه؟ لأن فيه عقوبة، والعقوبة كانت تأتي في الدنيا، فشاء الله أن يؤدل عقوبة الكافرين إلى الآخرة، إذا ففيه إيجاب للعقوبة حتيجي بس مش دلوقتي. أنسب حرف لها في اللغة لما، لأن لما يتصل منفيها بالحال ولكنه إيه؟ يأتي على الأول. يبقى حسب ايه، وان كلا لما ياتي اجلهم ليوفينهم ربك ايه اعمالهم. يبقى انحلت ولا ما انحلتش؟ يبقى انحلت. وكان لا يوجد لفظ في اللغه يؤدي الى المعنى الا هذه الايه، الا هذه الكلمه. بعضهم بقى يقعد يخرج تخريج تاني، وان كلا لما ينونه، دي قراءة ابن اللي احنا بنقراها الان، قراءة حفص، قراءة ابن عامر، وقراءة حمزة اللي هي وإن بالتشديد، وكلا ولما، في قراءة ثانية وإن كلا لما لا يوفينه، في قراءة ثانية ولها تخريجات، ايه تخريجات، انما احسن التخريج ان تقول لما للنفي، ونفي شيء في الحال ولكنه يأتي في الاستقبال،
فالمناسب لما نحن فيه من السياقات ان العقوبة كانت تأتي في الدنيا فلم تأتي الى الان، وقال لك لا، عدم اتيانها الان ليس دليلا على انها لا تأتي وانما ستأتي، فناسب ان يجيء بمين؟ بلما. ولذلك حذف الجواب منها لمين؟ لعلمه من خصوص لما، وهو ان الشرط بتاعها المنفي بتاعها متصل بالحال، ولكنه سيأتي. ولا يوفينهم، لا يوفينهم، دي الخبر ايه؟ الخبر بتاع ان كلا لا يوفينهم ربك ايه؟ ولم تشوف لا يوفينهم تعرف ان فيه هنا قسم، اللام لام القسم، فكأنه قال ايه اكدها ان كلا اي من الطائعين ومن العاصين والله لا يوفينهم ربك ايه؟ اعمال. وان كلا لما اي لما يأتي الاجل اللي ربنا عامل لهم في يوم القيامة ليوفينهم ربك ايه اعمالهم انه بما يعملون ايه. اكن الاعمال مش ساعة ما تحصل ربنا هيعرفها، ساعة بس ما تحصل زينه وبعدين تتنسي او بتاعنا ده سواء، ده يعلمها قبل ان تحصل انها ستحصل، يعلمها قبل ان تحصل انها ايه انها ستحصل. فان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. طب ودي جاء ليه بالكلام عن موسى؟ ام قال لك دي كلام موسى تسليه لرسول الله علشان القوم الذين كفروا به وكذبوا. يمكن الناس اللي يعني يقول لك طيب ما دام كان ربنا بياخذ الكافرين بالعذاب ما يجي للجماعه دول عذاب يشيلهم وتنتهي، يوم يجيب له وان كل الله ايه لما ليوفينهم ربك ايه اعماله انه بما يعملون خبير. كلمة خبير تدل على العلم الدقيق، ولذلك لما تيجي في حاجة تقول ودوها للعالم الفلاني يمكن، وبعدين عايزها ادق شوية اعرضوها على مين؟ على خبير. يبقى العالم بيعمل قد يعلم الايه الاجماليات، انما الخبير يبقى في الايه في التخصص. ولذلك دائما كلمة اللطف والخبرة يبقوا مع بعض، لطيف خبير، لأنك قد تكون خبيرا بمواقع الأشياء. أنت عارف إن الراجل ده مستخبي في الجبل ده، ولكنك لا تستطيع أن تدخل إلى الجبل لأنه مسارب دقيقة كده ومش عارف إيه. يقول لك الخبرة مش كافية، ده عايز لطف ودقة عشان تنفذ له إلى الإيه؟ إلى الأماكن. طب انت عارف انه هنا، انما تروح له ازاي؟ ده موضوع اخر. يبقى فيه لطف وفيه ايه؟ فيه خبره. بعد ان تكلم الحق على سيدنا موسى وان القوم اختلفوا فيه، بعد ذلك سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اطمئن الى ان عقوبه المكذبين لك اتيه اليهم لا محاله. وما دام آتية إليهم لا محالة فإياك إنهم يخدعوك في شيء أو يسوقوك على شيء، يقولوا لك يلا نعبد إلهك شوية وإلهنا شوية، تقوم أنت تكملهم هتاخدهم في ناحيتك. هم بيقولوا لك مثلا إيه نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا إيه؟ كان هو مثلا إيه يقول لك إيه؟ طب ما ناخده بالعام ده ومن الزمن أقتطفه من إيه؟ من مما يشركون به وأخذهم لله، وأنا العبادة لأمر قلبي ما أعبدش وياهم لله. يبقى كسب ولا ما كسبش؟ يبقى خد نصف الزمن ولا ما نسأله ولا ده ولا ايه ولا دي. ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى وحب يقطع علاقات، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. يمكن دلوقتي انت بتقول كده، احنا عندنا في شيء اسمه قطع العلاقات بين الدول كالتعبير الحديث دلوقتي، يقول ان قطع العلاقات الان واجب، انما يمكن الظروف تلوي الرؤساء لامر وبعدين يقول لك يلا نعيد زي ما بيحصل. فيقول لك ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ان قطعنا العلاقات حق ونحل. يمكن الامر يتغير، الا لا ولم يتغير. قل يا ايها الكافرون لا اعبد الان ما تعبدون ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. المساله مش قطع علاقات ظرف سياسي، لا ده ظرف رباني هو اللي حكمه. ويقول لك خلاص انت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. يشعرك انهم سيظلون على عبادة غير الله،
ومحمد يظل على عبادة الله قصارى ما تعطيه الآية كده. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم خلاص أنتم كده هنا كده. قال لك لا، لكن كلمة الله ستعلو إذا جاء نصر الله والفتح على طول. ما تفتكرش انها هتفضل كده انتم بتعبدوا ونعبد المسألة، لا لا، ده هيجي نصر الله ايه والفتح. قال الحق بعد ذلك فاستقم كما امرت. اياك ان يفزعك تأخر العذاب عن الكافرين بك فتليل لهم لتأخذ قسطا من زمنهم في عبادة ربك، وانا واثق من انهم لن يأخذوا قسطك في عبادة الهتهم، يبقى كسبنا ان هم جم شوية ايه شوية ويال. قال لك ولا هذه، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، اي من الكافرين، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. استقم كما هو الرسول. طب ومن تاب معك بيذكره يقول له اوعى لا تظن انهم سيظلون على عنادهم بدليل ان صناديد منهم جاءوا لك. هذه مقدمة تبشرك بانهم ايه ورا بعض جاي. فاستقم كما امرت. الاستقامة معناها عدم الميل ولا انحراف ولا قيد شعره، وهذا امر تحقيقه صعب، لان الفاصلة بين الضدين او بين المتقابلين ما تقولش شعره، ادق من الشعره. ازاي؟ انت ترى الظل وترى الضوء، ساعة ما تبص كده تلاقي ظل شيء والضوء، والظل بيسبح كده على الايه على الضوء، ساعة الظل ما يسبح على الضوء ربنا اداك صورة تانية. اذا كانت الشمس بتروح كده يبقى الظل هو اللي هيسحب على الضوء، طب واذا كانت الشمس كده كده يبقى الضوء هو اللي بيسحب على الظل، مش كده المقابل ولا لا؟ عنده هذا له ظل من هذا النور، لكن اذا جه نور من الناحية التانية يبقى ايه اللي هيسحب على التاني؟ يبقى مرة الظل يسحب على النور ومرة النور يسحب على الظل. مع الأول ساعة ما تجد الفاصل بين الظل والضوء تجد يصح انك تقول انه ملي، نقول له لا، الملي اللي انت بتقول عليه ده فيه جزء من الظل من الناحية دي وجزء من الضوء من الناحية دي. طب اقل من الملي، افرض اننا هنجيب قرنية عشرية ونعملها اقل من الملي، افرض اننا هنجيبه سيركتون زي ما بيقول واحد على سب... على على 70 مليون من الملي متر، برضه فيه فاصل، برضه فيه ايه؟ اذا ففصل الشيء عن نقيضه عايز تبقى استقامة، عايزة عملية صعبة اوي. اهو النبي لما سمع كلمة تستقم كما امرت، والاستقامة دي معناها عايزة دقة قد لا تتأتى، النبي قال شيبتني هود واخواتها، ما علي صعبة. لولا ان الله قال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم لتعب الناس. لما قال اتقوا الله حق تقاته هي معناها ايه؟ طب ومين يسيء حق تقاته؟ فعز ذلك على صحابة رسول الله، ربنا رحمنا وقال ايه ايه فاتقوا الله ايه ما استطعتم. ربنا بيقدر ظروفنا المخففة، يقدر ظروفنا، ولذلك ايه الاول كان ايه؟ كان لما يحصل قتال ايه يحصل ايه؟ ان العشرة يغلبوا كام؟ وبعدين الان علم ان فيكم ايه؟ فان يكن منكم ايه؟ مئة صابرة يغلبوا مئة، تغلب مئتين، بقى انتقلت من واحد لعشرة الى ايه؟ واحد لاثنين، لان الضعف ايه؟ الاول كان واحد ليه لعشرة. ولذلك يقول لك المحققون في فهم النصوص يقول لك الذي يفر الان من اثنين يبقى مش مؤمن، اللي يفر من اثنين يبقى مش مؤمن، ان فر من ثلاثة يبقى له عذر، لان ربنا عملها من واحد لكام؟ لاثنين، في حالة اضعف شيء ان واحد لمين؟ ان باو ثلاثة يبقى لي عذر، لان ربنا قال من واحد لاثنين، لكن الاول كانت من واحد لايه؟
الايام دي الاول من 1 إلى 10. اذا فقول الحق فاستقم يعني ايه الاستقامة؟ لا تنحرف لا كده ولا. انت ماشي في شارع، الشارع 20 متر، الاستقامة فيه انك انت تمشي في حدود الشارع، انما نروح ده الناحية دي شوية مترين وده الناحية دي مترين والناحية دي مترين. طب افرض ان الشارع 3 متر تقيدت حركتك، طب افرض انه مدق 1/4 متر تقيدت حركتك اكتر. الله، اذا كل ما يقل كل ما عايز ايه دقة وتحشوب هتحط رجلك فين. اذا الاستقامة تتطلب اليقظة ولا لا؟ اليقظة تتطلب عدم الغفلة عن مطلوب الله ابدا. فقال شيبتني ايه هود واخواتها اللي هي الواقعة والى ايه لا. فاستقم كما امرت ومن تاب معك، كلمة ومن تاب معك ميزان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ييأس من وقوف صناديق قدامه، لانهم يتساقطون يوما بعد ايه بعد يوم. ولا تطغوا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، فكأن الايمان جعل لكل شيء حدا، الا اننا نلاحظ ان حدود الاوامر غير حدود النواهي. ازاي؟ الامر ان امرك بشيء يطلب منك ان تلتزمه ولا تتعداه، انما اخر حدوده لك. لكن النهي مش كده، النهي الا تقرب الحد. ولذلك يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الاوامر. انما التاني يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها، يعني سيب انت احتياط شوية. الا المعاصي حمى الله، حمى الله محارمه، من حام حول الحمى يوشك ان ايه. فعلشان تحتاط تعمل ايه؟ مش نقول لك روح لحد ايه، لا ما تاكل. ولذلك ربنا لما نهى ادم على الان على الشجرة قال له لا تأكل من الشجرة ولا لا تقربا، لا تقربا. يبقى الحدود التي تحدد الاستقامة اما ان تكون في الاوامر واما ان تكون في النواهي. فان كانت في الاوامر فالمطلوب الا تتعدى الامر، وان كانت في النواهي مش المطلوب الا تتعدى الى لا ان لا تقربه. ولا تقربه ده اسمه ايه؟ اسمه استقامة الاحتياط. واستقامة الاحتياط ان تدخل في الشيء من التحريم ما ليس داخلا في ليه، علشان ايه؟ لماذا؟ علشان ما تزودوش. ولذلك لما يقول لك ما تشربش الخمر ما قالكش ما تشربش الخمر، اجتنب. والاجتناب اوقع من مين؟ من التحريم، لان الاجتناب يخليك ما تجتمعش انت وهي في ايه في مكان. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقلنا إن الأمر بالاستقامة أمر بدقة الأداء لمطلوب الله أمرا أو نهيا، بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة. وهذا الطغيان لينصفنا الحق سبحانه وتعالى لم يجعله في مسائل التعلم، ولكنه جعله أيضا في مسائل الطاعة. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى في إيتاء المال في الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، حتى في الطاعة. طب افرض انه هو عايز يزود شوية، قال لك ما تسرفش. ليه؟ لانك قد تكون مسرفا يوم الحصاد لانك رأيت كسرة ما عندك، وبعد ذلك تيجي الظروف تقول لك يا ريتني مديت يا ريتني، فليخرجك من هذه العملية. قال لك بلاش هذه. وبعد ذلك قال سددوا وقاربوا، لان الدين ده قوي متين لن يشاد الدين احد الا ايه إلا غلبه. إذن فهو لا يريد منا في مسألة ولا تطغوا بس ما نجيش في ناحية المحرم، لا، حتى في ناحية الحل اعمله بإيه؟ برفق وبهوادة، واجعل لنفسك مكنة الاختيار. بدل ما تيجي تقول إيه؟ أنا ألزم نفسي بأنني أصلي كل ليلة 20 ركعة وأعمل كذا، يقول لك لا، دع لنفسك حرية الاختيار
لانك ساعه تنذر يمكن الاريحيه بتاعه الطاعه وصفاء النفس تخليك تفرض على نفسك اشياء لما تيجي تزولها بعد كده تبقى صعبه ايه عليك فتكره الناس. فاحنا عايزين تبقى ايه مستقيم. واحنا قلنا بقى ان الاستقامه عايزه ايه دقه في تحديد المامور به والمنهي عنه. ولذلك كان الاحتياط دائما في امر العبادات اوسع لمن يطلب الاستقامه. الحلال بين والحرام وبينهما امور. المشتبه ده عشان نبقى ما نعرفش نيجي فيه قال لك فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه ايه ولدينه وعرضه. ولذلك يطلب منا الشارع الحكيم في الاحتياط مرة نحتاط بالزيادة ومرة نحتاط بالنقص عشان لدقة أداء المأمور به. فأنت مثلا حين تصلي في الكعبة كونك بتصلي خارج الكعبة وأنت غير ناظر للكعبة يكفيك جهته جهة الكعبة. لكن لما تكون بتصلي وانت شايف الكعبة يبقى كعبتك ايه عين الكعبة. طب لما تيجي عين الكعبة الكعبة قسمين قسم بنيته عالية قوي قوي كده وقسم الحطيم. الحطيم ده من الكعبة ولا مش من الكعبة؟ من الكعبة بس نفقتهم قصرت فبابلوش انما عملوا له ايه الحدود دي. يبقى المقطوع بكعبيته العالي ولا الواطي العالي. تبقى في الصلاة تتجه لمين للعالي. ما تجيش امام الحطيم كده وتعمل للحطيم كده لا تتجه لمين للعالي. دي الموسوخ بايه بكعبيتها لان دي كسبع تدرع سبع تدرع ونص مش عارف كم وكام. اتجه للمقطوع بايه بكعبيه. اذا ففي الصلاة احتطت بايه احتطت بالنقص مش كده. طب وفي الطواف احتطت بالزيادة طفت بعيد قوي. ليه؟ لانك ان شاء الله تطوف حوالين المسجد تبقى طفت ولا ما طفت. اذا فالاحتياط ليحدد معنى ايه الاستقامة. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. وقلنا علة ومن تاب معك جاي هنا ليه ايناس للنبي بان الكفار سينهارون تباعا. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هناك الخبير وهنا الإيه بصير. ليه؟ لأن حركة العبادة مرئية. حركة الإيه العبادة مرئية. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هم قالوا له تعالى ويانا شوية ونروح وياك شوية ولا الركون الميل والسكون والمودة والرحمة. قال لك لا للذين ظلموا ما تركنش لهم. ليه؟ لأنك إذا ركنت للظالم أدخلت في نفسه أن لقوته شأن في دعوتك. إنما ما يبقى القوي دي والظالم ده تبعد عنه يبقى عارف أنك لم تعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر. فدي تزلزل إيه نفسه. لكن لما تمله يقول لك ده لو كان عنده زي ما بيقول ما كانش يميل لي وهو بيتهمني بانني ظالم وانني معتدي وانني كذا وانني كذا. فيوم ما تركنش له يفهم جيدا انك واثق من ان لك قوه غيره. وما دام انت وهو واثق من ان لك انت قوه غيره دي تضعف ايه تضعف نفوذه. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون يبقى بمعنى ايه تميل اليهم توادهم تجاملهم تأتمر بأمرهم تعينهم على مظالمهم تزين للناس ما فعلوا. كل ده ركون إلى مين؟ وآفة الدنيا هي الركون إلى الظالمين. ليه؟ لأن الظالم لو أنه في أول مرة ظلم وجد أناس لا يركنون إليه ولا يقاطعونه لارتدع عن مين؟ عن هذا الظلم. إنما ما الذي يجعل الناس تستكني في الظلم؟ انهم يجدون ايه اناس يوافقونهم على الظلم او ادنى مراتبه انه ما يمنعوش واعلى مراتبه انه يزين للناس ظلمه. والتزيين ده بس من غير ما يفعل يعاونوا على الظلم كمان. يبقى الركون له صور ايه صور متعدده. واذا ما استقطأت الظالمين في الكون كله وجدت ان افات المجتمع نشأة من ركون الى ظالم. لو لم يركن إلى ظالم لانعزل وحده. وحينما ينعزل وحده يوم يرتدع عن مين
يرتفع عن ظلمه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي بقدر آثار ركونكم. وما لكم من دون الله من أولياء، لو أنكم ركنتم إلى ظالم وقلتم ربنا يعاديني ويمكن لنا حد ينصرنا تاني كان معقول، انتم مالكوش دون الله من ايه؟ من اولياء. ثم لا تنصرون، واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نلاحظ في الايات هنا ان فيها اوامر وفيها نواهي. الأوامر بالخير دائما والنواهي عن الشر دائما. هنا نلاحظ استقم أمر لرسول الله أولا وأمته حتجي تبعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبعدين راح موجه النهي للأمة كلها ولا تطغوا، ما قالش إيه استقم ولا تطغى، الكلام لخطاب للنبي في الاستقامة في أمر الخير يوجه لمين؟ وأمته تبع. وفي النهي عن الشر قال إيه؟ ولا تطغوا. شوف المنزلة بتاعت سيدنا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وبرضو قال إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما قالش برضو ولا تركن إلى الظالم. أمته تبقى إيه؟ تبع. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وبرضو في الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، برضو أقم الله. إذن ففي كل أمر بالخير وجه الأمر إلى رسول الله أولا ثم أمته تبع له، ولكن في المسألة الثانية وجه الأمر إلى إيه؟ حول الأمر. هنا بقى يقول لك فيه فرق بين بداية الأوامر. بداية الأوامر ما تقولش لما تقول لفلان لا تشرب الخمر، بتقول ده يعني وظنة انه يشربه، لا ده تشريع اولا، مش انني شفته بيشرب وبعدين قلت له ما تشربش، ده دي بداية التشريع. يبقى لا مانع ان يوجه النهي في هذا لاي واحد، انما الكلام ده فيه تكرير الايه؟ فيه تكرير التوجيه. اقم الصلاة، اقم الصلاة الإقامة الشيء أداؤها على الوجه الكامل لها. من إقامة البنيان، إقامة البنيان أنك أنت بتجعله إيه؟ على الوجه السليم الذي يؤدي المطلوبة المطلوبة منه. يعني مثلا لما يجي يبني يقول لك أقم البناء، تجيب الطوبة دي والطوبة الثانية في نصها من فوق الصف الثاني، إن جبت اثنين في المنتهيين كده يبقى الشرق يجي في مش عارف إيه، حط أقم. أقم الشيء يعني اجعله إيه؟ قائما على الأمر الذي يؤدي به إيه؟ مهمته. أقم الصلاة طرفي النهار. طرف الشيء نهايته من هنا، طرفين يعني نهايته من هنا ونهايته من هنا. النهاية دي تتحدد ازاي؟ أم قال لك يبقى للشيء ما دام له طرفين يبقى له ايه؟ وسط. يبقى اللي بين الوسط ده هو الفاصل بين الطرفين. يبقى اللي على اليمين وسط طرف واللي على الشمال طرف. كل جزء بعد الوسط طرف، كل جزء بعد الوسط ايه؟ طرف. يبقى عملهم طرفين اتنين، جه خط كده وخد 10 نهايه من هنا وعشرة من هنا، يبقى العشر اللي هنا طرف والعشر اللي هنا ايه؟ الناس بتفهم الطرف هو ما به تنتهي الاشياء، لا ما به يبدا النصف الى ان ينتهي، ما به يبدا النصف الى ايه؟ الى أن ينتهي. يبقى ده طرف. أقم الصلاة طرفي النهار. النهار عندنا بنعرفه إنه من إيه؟ ده من طلوع الشمس، مش كده؟ على لكن النهار إحنا عندنا بواكير النهار اللي هي بتيجي الإيه؟ الفجر الصادق. نقول هو ده أول، وبعدين هو الظهر. والله الظهر إن كان قبل الزوال يبقى فين؟ وإن كان بعد الزوال يبقى في الطرف إن إيه؟ يبقى في الطرف. يا لما نقول طرف النهار يبقى دخل ايه وايه بقى؟ الصبح والظهر، يجي مره من هنا ومره يجي من هنا. ان كان في الزوال كده طرف النهار، النص كده اهو
يبقى الطرفين، يبقى فهمنا الطرفين هما ايه؟ مش هما النهايتين، لا، ما بعد المنتصف الى الطرف الاعلى النهايه، وده طرف وده ايه؟ وده طرف. نعم. وبعد ذلك يجي، طب الظهر جه في الناحيه الثانيه بعد الزوال، يبقى يروح لفين؟ يبقى اذا العصر هيكون في الطرف الثاني قطعا، والفجر الصبح هيكون في الطرف، والظهر مره يجي هنا ومره ايه يجي ايه، حسب ايه؟ حسب نصف النهار. طيب، وزلفا من الليل. زلف جمع زلفة، زلفة يعني قرط، زي غرفة وغرف. طب زلفا من الليل دي عايزة ثلاثة، لأن أقل الجمع كان، أقل الجمع ثلاثة، يبقى إيه هي بقى؟ إيه؟ طب المغرب والإيه والعشاء. طب والتالتة دي منين؟ أهو ده الحجة اللي خلى أبو حنيفة يقول إن الوتر واجب، اللي خلى أبو حنيفة يقول الإيه؟ ولكن لما كان بالالتزام فرق بينه وبين الفرض، فقال إيه؟ العشاء فرض إنما الوتر واجب. الوتر إيه؟ لأن عنده فارق بين الفرض وبين الإيه؟ وبين الإيه؟ وبين الواجب. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الله، بعدها على طول كده إن الحسنات يذهبن السيئات، زي التعليل. طب ليه هنعمل طرفي النهار وزلفا من الليل؟ قال لك ده زي التعليل. إيه يعني؟ معناها إن زي ما قال الصلاة للصلاة كفارة لما إيه؟ اختلفوا بقى في الحسنة وفي السيئة، ما حدودها إيه؟ أم قال لك الحسنة هو ما جعل الله على عملها ثواب، والسيئة ما جعل الله على عملها ايه؟ عقاب. طيب، اول الحسنات في الايمان ايه؟ ان تشهد ان لا اله الا الله، ده اول شيء في الايه؟ في الحسنات. طب الحسنة بتاعت الايمان اذهبت سيئة الكفر، صحيح. الحسنات يذهبن الايه؟ السيئات. كل العلماء قال لك إذا كان الإيمان قد أذهب حسنته أذهبت سيئة الكفر، يبقى يا من تقول إن المؤمن اللي عمل معصية وكبيرة يخلد في النار، يبقى ما الفرق بين إنسان مؤمن وإنسان غير مؤمن؟ إذا كان الإيمان نفسه حسنته أذهبت الإيه؟ ألا تذهب ما دون الكفر؟ طب تخليه بس ولو ما تضيعش العقاب، انما بس تخفف العقاب، ما تقوليش مخلد في النار بقى وتعمل الحماليه بتاعتك الكذب دي، لان عيب ان تسوي بين من امن باله، خدت بالك، وبين من لم يؤمن باله. لما ده يخلد في النار وده يخلد في النار، يبقى ما الذي صنعته كلمه الايمان؟ يبقى صنعت كلمه الايمان، لازم تقول ان دي اكبر حسنه، واذا كانت قد اذهبت الكفر يبقى من الباب اولى ان تذهب ايه؟ ما دون الكفر. او على الاقل ما تذهبهاش، بس ايه؟ تخففي، بدل ما تقول مخلد في النار يبقى يدخل النار بس مش ايه؟ بس مش مخلد. اذا فقالوا في الحسنه اهي الفرائض، هي ان الحسنات اللي هي الفرائض تذهب السيئات، ام قال لك يا اخي ده في احاديث وردت في غير الفرائض. الم يقل مثلا صوم يوم عرفه الى عرفه، مش كده قايل؟ وألم يقل إن الإنسان الذي يستقبل نعمة الله بقوله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة، والحمد لله الذي كساني برضو من غير حول من قوة، يقول لك الكلمة دي تكفر إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، تكفر. يبقى الحسنات المطلقة ولا لا؟ يبقى الحسنات المطلقة سواء كانت فرضا أو غير إيه؟ أو غير فرض. يذهبن السيئات، السيئة عمل توعد الله عليه بالعقوبة، فإذا كان يذهبن السيئات، طب السيئة ما دام عمل، وهل العمل إذا وقع يرتفع؟ كيف تذهب السيئة؟ الحسنة تذهب السيئة إزاي؟ ده السيئة إذا وقعت ما ترتفعش. قال لك لا، لازم تشوف بقى الذهاب، إما أن يكون ذهاب للفعل وده مش متأتي لما وقع، وإما أن يكون الذهاب لمن يحفظ الفعل ويكتبه عليك، يمحوه الله من كتاب سيئاته، أو يكون من العقوبة. يبقى إذن ذهاب الفعل في ذاته غير متأتي لأن الواقع لا يرتفع، يبقى الحسنات يذهبن السيئات
مش مفهومة على أنها تمنعها، لأن السيئة وقعت والواقع لا يرتفع. لكن السيئة إذا وقعت ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها حفظها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيه؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى إذهبها إنها تطلع من إيه؟ من كده. أو برضه تفضل في الكتاب وبعد ذلك النهاية إيه؟ النهاية نفاع عقوبة، يبقى يذهب الله عقوبتها. يبقى إذا كان الفعل الواقع لا يرتفع، يبقى الذهاب لازم يتجه إلى حاجتين اثنين، إما أن يمحوها من كتاب سيئاته، وإما أن إيه؟ أن يغفرها فلا إيه؟ يمحو عقوبتها. إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. طيب ما دام حسنات تذهب سيئات، يقول لك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا من ربك وسعوا الايه؟ يبقى اجتناب الكبائر بيعمل ايه في الصغائر؟ على الاول. طب ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والايه؟ والمنكر. تنهى يعني ايه هنا؟ تنهى ازاي تنهى عنها؟ أم قال لك لأن الذي يتعلق قلبه بالصلاة، نقول الصلاة كام؟ خمسة، فيه وقت، فيه زمن من الليل ده للنوم. شوف زمن الحركة، قول لي واحد لما يجي عبد يعمل معاصي هيقعد يفكر فيها مدة وبعدين يؤديها في مدة ويعيش في ضيها مدة، لما يكون مشغول وقته بخمس أوقات في لقاء الله أظن برضو يعني إن حصلت مرة ما تحصلش إيه تاني مرة. أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو على الأقل في وقتها ووقت الاستعداد لها. اللي قاعد يغتاب وقاعد ينم وقاعد يظلم في الناس، يبقى على ساعة ما يقوم يتوضأ ويقوم يروح يصلي، يبقى على الأقل إيه؟ رحم الناس فترة وضوئه وفترة صلاته وفترة قطمه بتاع المدة دي من إيه؟ من الزمن. يجي يقول لك طيب إذا كانت في أعمال كتيرة فروض وحسنات كتيرة وتنغفل السيئات، يبقى التانية تعمل ايه؟ ام قال لك يا اخي تزود لك حاجة بقى، تفضل الحسنات لك، يعني ما انشغلش بانها تمحو ايه؟ تمحو سيئة، تبقى تفضل لك ولا ما تفضلش؟ تبقى تفضل لك. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى، نعم، ما هي الذكرى؟ الذكرى هي تنبيه النفس إلى شيء غفل عنه. يبقى هي موجودة، يبقى كان موجود الأول بس حصل في إيه؟ في الغفل. يبقى الإخبار الأول يزيل الجهل، الإخبار الثاني يعمل إيه؟ أنت ما أنتش جاهل الحكم، إنما يجعله يمر على بالك. قال لك ليه؟ أن آفة الإنسان أن الأمور التي تمر به المرائي أو المدركات حين تدرك الأشياء بتيجي ببؤرة شعورك، وبعد ذلك ليأتي معنى جديد لازم المعنى اللي جه في بؤرة الشعور يزحزح إلى حشية الشعور، بس الحشية القريبة. فإذا ما جاء خاطر ثالث يزحزحوا بعض كده. أنت إذا وقفت على شاطئ بحر ورميت بحجر، يوم الحجر يجي هذا سميه بؤرة الشعور، وبعدين يعمل إيه؟ يعمل دايرة، الدايرة إيه؟ إلى أن تذهب إلى مين؟ إلى الشاطئ. بس هي بتذهب إلى الشاطئ بغير مرأة منك، لأنها بتذهب كل مرة إيه؟ كل ما تتسع. أنت إذا جبت قطعة عجين وعملتها زي الحبل كده ولفتها كحكة، إن عملتها في هذا القطر تبقى تخينة. طب إن وسعتها شوية لازم ترفع، كل ما توسعها إيه؟ فلما تروح في البحر الطويل ده ترفع ما تدركش، إنما هي بتروح لمين؟ ما دام حصلت هزة لازم الهزة تروح، بس الهزة إيه؟ غير مدركة، غير أهي حواشي الشعور بالشكل ده. بدليل أنك تظل 20 سنة أو ربع قرن وبعدين تفتكر حاجة حصلت لك من 20 سنة، ما دام افتكرتها كانت فين؟ أين كانت؟ إنها في حاشيتك، حاشية الشعور البعيدة، بس حينما حصل استدعاء معاني تقوم تيجي تقرب 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 لحد ما تيجي هي ببؤرة الإيه؟ بس علشان ما تيجي ببؤرة الشعور إياك أن تصدمها بخاطر جديد يقف في بئرة الشعور. ولذلك يقول لك ده فلان ده ذكي، ده بيفهم من مرة واحدة، يقول له لا أبدا، المخ زي الآلة الفوتوغرافية،
يلتقط من مرة واحدة، مش واحد بيلتقط من مرة، واحد بيلتقط من مرتين، واحد من ثلاثة، واحد من لا، هو يلتقط من مرة واحدة. امال ايه؟ بس المهم ان يصادف التقاطه خلو من خاطر غيره، البؤرة تكون خالية. ولذلك الذين انعم الله عليهم بنعمة ان بصرهم مأخوذ منهم نعمة، يقوم يجي يقول لك ده احفظه للعلم. ليه؟ لانه لما بيقعد يسمعك مفيش خواطر مرئية تودي بؤر الشعور لحاجة تانية، مش الا هي، الا ان يكون قد شغل نفسه بخواطر قبل. يبقى هو ده الغبة بتاع الاعمى بقى، يعمل ايه؟ ده هو مفيش مرائي جديدة له، المفتح هو بيقعد يسمع منك بيفكر، شاف واحد ماشي، شاف مش عارف ايه، ذهنه راح، فذهنه تبقى بؤرة شعوره انشغلت، يبقى ما ياخدش منك خلاص. تقوم تضطر تكرر له الحكاية علشان تصادف فيه خلو بؤرة الشعور من الخاطر فيستقر الايه؟ فيستقر الخاطر. ضربنا لذلك مثل بالتلميذ، تلميذ رايح الامتحان الصبح وبعد ذلك قبل زميل له في الفصحى بتاعه، فقال له انت ذاكرت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذاكرتوش، ما حصلتوش. يقول له يا شيخ ده بقوله جاي منه سؤال. يقوم يخطف كتاب من زميله ويفتحه ويقعد يقرا الحته اللي بيقول عليها سؤال، ويطلع على السلم عشان رايح الفصل يقراه وهو ايه؟ وهو طالع، ويحط الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه. يعمل ايه هو بقى؟ يروح حاطط السؤال زي ما هو. ليه؟ لأن ساعة ما قال له ده في سؤال، بالله هو بيقرا بقى في الحته اللي هيجي فيها سؤال دلوقتي دي، هيفكر هيقابل مين العصر؟ طب هيتغدوا ايه؟ طب مين اللي قابله امبارح؟ ولا كل ايه؟ كل ذهنه ما دام كل ذهنه انشغل تبقى بؤرة شعوره خاليه فاستقبلت المعلوم فاستقر فيه. ويمكن واحد تاني قاعد طول السنه ينهز ويحفظ في البتاع ومش عارف ايه ولا جالوش الحاجه. يبقى اذا استقبال الخاطر ده عايز ايه؟ عايز ان الانسان يتلو في باله، في باله يعرف يجيله ايه؟ بؤرة الشعور. يا هذا ذلك ذكرى للذاكرين. تبقى الذكرى دي بتعمل ايه؟ بتستدعي اللي في حاشية الشعور تجيبه في بؤرة الايه؟ في بؤرة الشعور. لذلك يقول له يا اخي افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا وافتكر. واحد مثلا قاسي على واحد، وانت قاسي عليه قوي قوي يا اخي، ليه كده؟ كأن مالكش بيه علاقة. يا اخي افتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا. يبقى عمال بيعمل ايه؟ عمال بيستدعي من حواش الشعور اللي اتنست يجيبها واحد 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 كده علشان ايه؟ هذه اسمها الايه؟ الذكرى. ذلك ذكرى للذاكرين. وايه يعني فايده الذكرى؟ أم قال لك لتنبهك بانك انت ان انشغلت عن طاعه وذهبت الى معصيه انت قدرت الامر الوقتي. الطاعه كانت هتتعبك وتاخد منك وقت شويه، والمعصيه هتسعدك بالشهوه والمش عارف ايه، تقول له انت بس في دلوقتي، انما كان يجب ان تذكر ما وراء هذا، وبعدين تجيب ايه؟ يقول لك لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنه. واصبر. شوف الكلمه دي كلها جايه عشان تخدم كل العمليات بتاع الاستقامه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا واصبروا واقم الصلاه ومش عارف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. واصطبر عليها مسألة أكنها عايزة إيه؟ كل حاجة عايزة إيه؟ صبر. الصبر ده نوعين، صبر على وصبر عن. صبر على كذا وصبر عن كذا. ففي الطاعات صبر على مشقة الطاعة، تصبر على المشقة اللي تويسها مين؟ الطاعة لك. هتقوم من النوم بقى عشان تصلي الفجر وتبعث مش عارف تسيب الفراش والدنيا مش عارف ايه، اصبر على هذه الايه؟ المشقة. هتسيب عملك، العمل هيتأخر، هاخد مش عارف ايه، اصبر على هذه. طب والثانية وصبر عن شهوات النفس. يبقى بتصبر عن دي وتصبر على ايه؟ يبقى اذا الصبر على اطلاقه مطلوب في الامرين، في الايجاب وفي السلب، في الطاعة وفي مين؟ إلا أن الطاعة فيها مشقات. حفت الجنة بالإيه؟
المكاره، فاصبر على المكاره خلاص، وحفت النار بالشهوات، اصبر عنها، امتنع عنها حاجه تعب. يبقى اذن صبر على وصبر عن ايه؟ وصبر عن، وكلاهما امر مطلوب في الايه؟ وكلاهما امر مطلوب في العباد. ولذلك ما افرض ان واحد عايز ياكل لحمه ولا عندوش، نقول له ايه؟ اصبر عليها ولا اصبر عنها؟ اصبر عنها، ما دام تصبر عنها ابعدها واكتفي بلقمه بجبنه، بلقمه بفول، بلقمه مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي، هتعمل ايه؟ هتريح نفسك بعدين، مش هتستلف ثمنها وبعدين كل واحد يخبط لك على الباب تقابله من هنا ما تختشي منه تعمل لك عشان اسعدت نفسك باكله. تقعد تتعب نفسك قد ايه؟ تتعب نفسك طول العمر، لا اصبر عنها. ولذلك الزهاد يقولوا ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه اسمها غلي، في حاجه اسمها رخص نفس. غلى اشياء؟ لا، ما فيش غلى اشياء، انما فيه رخص ايه؟ رخص نفس. ولذلك ابن ادم يقول لك واذا غلى شيء علي تركته، لما يتركه يبقى دفع فيه ايه؟ فيكون ارخص ما يكون اذا غلى، ارخص حاجه انك تسيب خلاص، يبقى ده صبر ايه؟ صبر عنها. ولذلك هنا ما يقولش ايه؟ هناك يقول اصبر على ما اصابك، مش كده؟ واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. المحسنين الذين ادخلوا انفسهم في مقام الاحسان. مقام الاحسان هو ان تلزم نفسك بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. الله فرض من الصلوات خمسا، ومن الصيام شهر، ومن الزكاة قدرها ربع العشر او نصف العشر او ربع الايه؟ او ربع الايه؟ العشر. ومن الحج ان تحج مثلا مرة، ده فرض، فتزيد على ذلك، يعني تزيد من جنس ما فرض الله. ليه؟ لان العبادة ليست اقتراحا من عابد لمعبود، ولكن المعبود هو يقول لك تقرب الي بكذا، تقرب الي بكذا، يبقى هي دي العبادة. انما انت تقترح وتقول له انا اتقرب اليك بكذا، لا، زي ما قال لك. وبعد ذلك ان حبيت قوي المسألة واخداك قوي، فشوف هو امرك بايه، يبقى ده اذن بالامر بالعبادة فيه، وزد عليه من جنس ما فرضه ايه؟ من فرض. تبقى دخلت في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. بس اياك ان تدخل في مقام الاحسان نزرا، يبقى صعب عليك. خلد دائما زمام الاختيار والتطوع في يدك. ليه؟ لان الذي يدخل مع الله في ود احساني ثم يفتر، يقول لك كأن معناه انه جرب الله فلم يجده اهلا للموده. فاوعى تعملها دي، ايدي لا تطغى من هناك، خلي المسألة في ايه؟ في ايدك دائما، ايدك. فاذا دخلت في مقام الاحسان فاعلم انك لا تقترح عبادة تعبد بها الله، لان العبادة معناها طاعة عابد لمطلوبه معبود. ولذلك ده اللي بنرد به على الذين يدعون من دون الله آلهة، يقول انت بتعبد الشمس؟ طيب الشمس بقى بتعبدها يعني ايه؟ العبادة هي طاعة العابد لمين؟ للمعبود. طب الشمس قالت لك اعبدني ازاي بقى؟ نقعد كده مع بعض نشوف الحكايه دي. ملهاش ما قالت لكش اعمل كذا، يبقى ايه العباده اللي انت بتعبدها بقى دي ان شاء الله؟ يقول لك ما نعبدهم الا ليقربوا. طب بتعبدهم؟ قالوا لكم اعبدونا ازاي؟ ما دام العباده ان طاعه عابد لامري معبود، قول لي هي قالت لك ايه؟ اعمل ايه؟ واحنا طيب اللي يعمل كده تعمل له ايه؟ توديه ايه؟ واللي ما يعملش كده تعمل له ايه؟ يبقى إله بلا منهج عبادة ما قالكش اعمل كذا، يبقى ده ينفع؟ يبقى ما ينفعش. وقلنا ما دام دخل في مقام الإحسان يبقى ما يسيرش عليه اللي انت بتشوفه مع الناس في قضايا الإيمان العامة. إذا دخل في مقام الإحسان ثم رأيت عليه إشراقات فيضات ما تنكرهاش عليه. ليه؟ وإلا لسويت بين من وقف عما فرض عندما فرض بمن خاد عما فرض من جنس ما فرض. وجرب أمر ذلك في نفسك، التزم منهج الله، دورة فلك أسبوع
التزم امر الله ساعه ما يدنا الفجر تروح وتتوضا وتروح تصلي والمسجد وتيجي والظهر برضه كذلك وتلتزم ما بين الصلاتين ما تعملش مش عارف ايه وشوف نفسك اخفت نفسك كثافه الظلمانيه رقت بقت عندك اشراقات اخرى غير الامور العاديه اللي هي ادراكات الحواس ان حصل لك ذلك من دوره اسبوع واحد فاذا رايت واحد ارتضى هذه الرياضه شهر ما تستبعدش عليه بقى ما تستكثرهاش عليه نقول ده انا من اسبوع واحد اصبحت عندي ادراكات غير وسائل الادراك المعروفه يعني يقولوا لي هنطبخ ايه النهارده اقول لهم مشوها النهارده كده ومش عارف ايه وبعدين تبتدي تلاقي اخوك جاي من الريف وجايب لك فطير وجايب لك لحم وجايب لك مش عارف ايه وجايب لك ايه يقول لك انت كنت عارف والله ما انا عارف لا ما هي الله يبقى في ايه يجي لك الواحد يكلمك في المساله الفلانيه يوم الله سبحانه وتعالى ينير بصيرتك ان هو جاي مثلا لكلام مش عارف ايه يقول لي يا سلام ده الراجل بيكشف ده الراجل بقى مش عارف ايه مثلا يبقى ما دام ارتاد اسبوعا فوجد خفه في ظلمته الظلمه بقت خفيفه الاشراق تجلى بقت له وسائل ادراكيه تانية يبقى انت مت ايه لما يجي واحد يقول لك اعلى منك قول صح ده انا من اسبوع واحد حصل مثلا كذا وكذا وكذا ولذلك المرتاض ولو بدايه لا يعترض على المرتاض نهايه ليه لانه عنده من سوابق رياضته وان قلت ما يجعله يصدق وان كسرت ساعة ما يسمع يقول لك صح ده من اسبوع واحد حصل مثلا كده ولذلك اهل النور واهل الاشراقات انا ماليش دعوه بالادعياء احنا ما بنتكلمش على مين على اللي بيدعي بقى والادعياء لا ابدا اهل الاشراق وأهل الاجل الذين ينكرون عليهم يعذرونهم يقول لك طب ده ما كانش ينكر علي انا ازعل لان لو انا قلت له حاجه هي عنده مع انه مش مرتاض ولا مش ملتزم لكن لما انا اشعر كده بانني بقول حاجه هي بعيده عنه اشعر ان الله خصني بايه خصني باشياء اقوم ازيد فيما انا فيه ولا لا ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضيه يريد ان يضع للمرتاض ولغير المرتاض معا حدودا بحيث لا يتعدى المرتاض حدوده ولا غير المرتاض يتعدى حدوده موسى حينما ذهب الى للعبد الصالح عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه طب ماذا كان الموقف قال له إنك لن تستطيع معي صبرا الله يبقى أعطى لنفسه إيه وعذر غيره وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة يبقى عذر ولا لا لا دلوقتي مش عذر ده ساعة ما ينكر له حاجة يقول له انت مش عارف ايه ويقعد يقول له لا نقول له لا شوف الادب اهو انك لن تستطيع معي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة قال له ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امر قال له طب اسمع انت فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى لكن برضو موسى سيدنا موسى ما برضو حصل برضو ما قدرش قال ايه في الاخر بعد ثلاث ما قال له هذا فراق بيني وبينك يبقى دي حكم ازلي بان هؤلاء لا يلتقون ابدا لا المرتاض وغير المرتاض خلي المرتاض في رياضته واشراقاته وافضل انت بادبك الزم ايه الزم وانت يا مرتاض الزم ادبك واعذره في انه ينكر لانه هيعمل ايه بس طب هو ما عندوش حاجه يبقى معذور في ان ينكر ولا لا يبقى لو ان المرتاض عذر غير المرتاض ولو أن غير المرتاض تأدب مع المرتاض لاستقام ميزان الكون واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وآية الزاريات تدلنا على المقهى إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون نهر ثاني آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين شباع عشان تعرف إنه فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا وهل كلف الإسلام الناس أن لا يهجعوا إلا قليلا من الليل لا يا أخوة صلي العشاء ونام ولما يجي الفجر يبقى قوم صلي مش عايزين منك الليل أفلح إن صدق مش كده كانوا قليلا من الليل وبالأسحار هم يستغفرون برضو ربنا ما كلفنيش دي إن خفت نفسي وكده وقمت أعمل
وفي أموالهم. لا مفيش معلوم هنا، ده لو معلوم هنا ما تبقاش إحسان، لأن المعلوم دي مرتبة ومنزلة الإيمان. إنما وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، يخليه 2.5%، يخليه 10، يخليه 20، يخليه كله، هو حر يبقى دخل. لكن في سورة سأل وفي أموالهم إيه حق معلوم، بيتكلم عن إيه، عن أصل الإيه الإيمان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومدام لا يضيع أجر المحسنين، ده الإنسان منه لو رأى إنسانا خصه بود فوق الود الإيماني العام بيعطيله من خصوصياته. افرض ان انا مدرس مثلا في مدرسة ولا في كلية، ليه منهج ملتزم بيه مع طلابي، وبعدين ادي طالب في مادة تانية مش مادتي او في مادتي اللي فاتت، يجي يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، اقول له في كذا كذا، اقول له دي كذا كذا، اقول له دي مش داخلة في كادر الوظيفة بقى، يجيني في المسجد يقابلني، في الشارع يقابلني، يجي لي في البيت يقعد، مش عارف. يبقى ده فوق ايه؟ فوق مرتبة الايه؟ الكادر العملي. يبقى ده اسمه، اذا كان الانسان مع الانسان يخص من خصه بوده بشيء من مواهبه الفائضه، ان كان عالم يديله علم، طب وان كان غني وهو شايفه معذور في حاجه فوق الزكاه مثلا اكثر من الزكاه يديله. اذا كان الانسان اخو الانسان حينما يخصه اخوه بود زائد يعطي له من فضل الله عليه فيما زاد، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عمن دخل معه في مقام الاحسان ان يفيض عليه من فيضاته، يبقى لازم يحصل هذا. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قلنا زمان في سورة يونس فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون على الفساد في الأرض إلا إيه قوم يونس، جابهم بالزئوم. هنا كلمة لولا لها استعمالين اثنين في اللغة، إن دخلت على جملة اسمية تبقى دلت على امتناع لوجود، امتنع هذا لوجود هذا، لولا ان اباك فلان لضربتك على ما اذنبت، يبقى انا ضربت ولا ما ضربتش؟ ما ضربتش، يبقى لولا ان فلان ابوك لضربتك، امتنع الضرب لوجود بنوتك لفلان، يبقى لولا هنا ايه حرف امتناع لوجود. لولا الغمد يمسكه لسالة، لولا أنتم لكنا إيه مؤمنين. الله، يبقى كلمة لولا إن دخلت على جملة اسمية يبقى معناها إيه؟ امتنع شيء لوجود إيه شيء. لولا فلان لزرتك، يبقى امتنعت زيارتي، امتنع الجواب لوجود مين؟ لوجود الشرط. يبقى امتنع الجواب لإيه؟ لوجود الشرط. دي اسمها إيه؟ حرف امتناع لوجود. وإن دخلت على فعلين، دي كانت جملة اسمية، لولا ذاكرت لتنجح، يبقى اسمها تحضيض وحس، تحضيض وحس. لولا ذاكرت بتقولها له طول السنة، لولا ذاكرت أو هلا ذاكرت، لولا زي هلا هنا، هلا ذاكرت لتنجح، يبقى بتحسه على مين؟ عن المذاكرة، علشان يتحقق إيه؟ النجاح. يبقى ده اسمها حس. فإن حسسته على شيء فات زمنه، طب انت بتحسه عشان يفعل، طب وان كان فات زمن، نقول انت عندك ولد وولد تاني، الولد ولد منهم نجح وولد ايه رسب، اللي نجح كان بيجتهد وبيروح المدرسة واللي رار كان بيلعب، يوم بعد ما ظهرت النتيجة بقى وده نجح وده سقط، هتقول ايه للراسب؟ لولا ذاكرت لتنجح كأخيك. طب الكلام ده كنت تقوله عشان تحسه على انه ذاك، ده الزمن فات وانتهى، يبقى ده تقريع وتوبيخ واسف، تقريع وتوبيخ وايه. يبقى لولا لها استعمالين، ان دخلت على جمله اسميه فهي حرف امتناع الجواب لامتناع لوجود الشرط، وان دخلت على فعل يبقى المراد منه حس المخاطب على ان يفعل، طب
طب فإن كان الزمن قد انتهى ولا زمن للفعل، يبقى أسف وتوبيخ على أنه لم يحدث. إيه زي ما افتكر أهو، لولا ذاكرت لتنجحك أخيك لكن ده الزمن فرد النتيجة ظهرت، يبقى كده بتوبخ وبتقرعه. طب والتوبيخ والتقريع ده فايدته إيه؟ أم قال لك تأسيفه على ما فات وشحن طاقته لما هو آت. يبقى فيها حس ولا ما فيش فيها حس؟ يبقى فيها ايه؟ فربنا بيقول الله سبحانه وتعالى بيقول لو كان من القرون اللي فاتت قلوا بقية ينهون، يعني كلهم كانوا مجرمين بس ما فيش ولا ناس يعني كانوا ينهوا عن الفساد في الأرض، فكأن الله لا يعم بالعذاب إلا إن عدم المجتمع من ينهى عن الفساد. إنما طالما موجود فيه نهي ناس عن الفساد بدليل إن فلما آسفونا انتقمنا منهم أغرقناهم مش عارف إيه طيب، وفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الإيه إن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب إيه بأي. فلو كان هناك بقية، كلمة بقية ما يبقى، يعني البقية هي ما إيه ما يبقى. يقول لك ده في بقية من رجال، يعني كأن الرجال انتهم إنما فيهم إيه، يقول لك كم في الزوايا من خبايا وكم في الرجال من بقايا، يعني برضو لسه إيه. يبقى البقية هي الشيء الذي يبقى ويفنى غيره، هم اللي يفضلوا. الإنسان منا لما يكون عنده مثلا، افرض أننا الواحد يراه يا مثلا يجني التمر، أصحاب التمر نفسهم لما يجوا يجنوه يقوموا يعملوا الحلو لوحده كده والإيه والتاني لوحده ويبتدوا يأكلوا هو الحلو ولا الوحش؟ ياكلوا الوحش ده بتاعه، انما ان كان مدعي ياخد النقايا. ولذلك تبص كده تلاقيها كده على طول، الراجل لما يجي له مثلا حاجه من بتاعته يقوم ياخد العيش المكسر ياكلهم ومش عارف ايه ومش عارف الحافه ومش عارف ايه بتاع، وبده اللي يخليه يبقى ايه النفيس، يعني الحاجه اللي ايه الكويسه، انما ان كان بتاعت غيره ها. ولذلك يقول لك خد الموائد خليك ناصح فيها كده، ساعة ما يكون المعدة محطوطة كده وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين وزعت منابات من اللحم مثلا أو من الطيور، كل واحد خد منابه، قال لي يده الأيدي جميعا بلا شعور تمتد على الشركة اللي على الطبق، وكل واحد يعين منابه للآخر، تبقى يتصرف فيه. تبقى ما هي البقية؟ البقية هي نقايات الأشياء يدخرها الإنسان الشيء النفيس يعني. فبقيته لا لو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقية من رأي بقية من عقل ينهوا الناس عن الفساد، كنا لو عملوا كده كنا منمنع عنهم الايه العمل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقلنا إن لولا هنا تحضيضية، والتحضيض إنما يكون حسا لفعل لم يأت زمنه، فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه تبقى لولا هنا للتحسر وللتأسف وللتفجع. يعني لولا كان منك أن تذاكر فتنجح هو سقط وانتهت المسألة. والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الأشياء هي التي تثبت أمام أحداث الزمن. أحداث الزمن تأتي فتطوح بالشيء التافه أولا ثم بما دونه ثم بما دونه، ويبقى الشيء القوي هو الثابت على أحداث الزمن. وإحنا قلنا وبقية الأشياء دائما خيرها ونقايتها، وضربنا لذلك الأمثال العديدة. سبحانه وتعالى يقول إنما أهلكت الأمم التي سبقت لأنه لم توجد فئة منهم تنهى عن الفساد في الأرض. إذن فالإهلاك إنما جاء لامتناع من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالبقية في كل شيء، أنها هي التي تبقى دائما أمام الأحداث. ولذلك قلنا حينما قلنا في قصة شعيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان بقية الله خير لكم. معنى بقية الله خير لكم لأن نقص المكيال والميزان يريد أن يزيد التاجر ما عنده ويستقل ما يبقى، يقول له لا البقية بعد أن توفي خير لك من إيه؟ من ذلك. ثم يقول يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا البقية لا بد أن تلحظ في أن شيئا ذهب وهو منظور ولكنه بقي وهو مدخور، يعني إن نظرت إليه فقد نظرت إليه ذاهبا، وإن حققت العلم فيه وجدته هو المذخور لك باقيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه من سيدتنا أم المؤمنين عائشة حينما سألها عن شاة أهديت له، وكانت تعرف أن رسول الله يحب من الشاة كتفها، فضحت بكل شيء إلا جزءا من كتفها. فلما سألها ما فعلت بالشاة قالت ذهبت كلها إلا كتفها. إذن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى إيه؟ إلى المنظور، وهو أن باقي الكتف بس والباقي راح فين؟ ذهب. فرسول الله يلفتها لفتة إيمان ويقين ويقول كلها بقي إلا كتفها، كلها بقي. إذن السيدة عائشة نظرت إلى المنظور ورسول الله نظر إلى المذكور، لأنه يؤيد ذلك بحديث آخر وهو إيه؟ نقول إيه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يبقى هو ده الإيه؟ ولذلك يضرب القرآن لنا مثلا في ذلك ليلفتنا إلى المنظور وإلى المذكور. فيقول مثلا إيه؟ والباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك إيه؟ ثوابا، وفي آية وخير أملا، وفي رواية وخير إيه؟ مردة في سورة مريم. الله، إذن لابد أن ننظر إلى أن بقيات الأشياء دائما هي التي يجب أن يعول عليها. ولذلك يجي لما يجي الفتنة الحق سبحانه وتعالى عن الحياة الدنيا وعن زخارفها وشهواتها ومتعها، يقول لك والآخرة خير وأبقى، وما عند ربك خير وأبقى. كل دي يقول ايه؟ فلما يديني الأبقى يقول لك إياك أن تنظر إلى الذاهب منك، ولكن انظر إلى الايه؟ إلى الباقي. وإذا عضت إنسان للأحداث في أي شيء سطحي الإيمان يفجع مما ذهب، وراسخ الإيمان يشكر الله على ما بقي. ولذلك سيدنا عبد الله بن جعفر حينما قطعت رجله وهو في الطريق إلى الشام، فلما ذهب إلى قصر الخلافة قالوا له لا بد من إيه؟ من إننا نديك البنج علشان نقطع رجلك. قال والله ما أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين، يعني يعملها لي بدون إيه؟ بدون مركد وبدون إيه؟ فلما قطعت وأرادوا أن يأخذوها لتسبقه إلى الجنة إن شاء الله، قال إيتوا بها، فجاءوا بها فمسكها بيده، يمسك رجله بإيده ويقول اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. يبقى نظر إلى إيه؟ نظر إلى الإيه؟ إلى الباقي. أيوم ربنا بقول لك بقية الله خير إيه لكم. ثم يترقى الباقي من رزق إلى عند الله إلى أن يصلها بالباقي الأبقى، وهو الحق، والله خير وأبقى. كل حاجة، كل نعيم وكل حاجة الله إيه؟ الله خير وإيه؟ ولذلك حينما يتكلم القرآن عن مراتب ومراقي المؤمنين يقول لك أولئك هم، ناس يقول عليهم في جنة الله، في جنة الله، وناس يقول أولئك هم في رحمة الله مش في الجنة. ليه؟ أم قال لك لا، لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. يبقى الهل أحسن بقى
يبقى إذن كل حاجة اسمها الايه؟ الباقيات. الباقيات فانظر إليه. فبيقول لولا إن كان فيه من الناس دول بقية من الخير وبقية من الإيمان وبقية من اليقين بالله وكان ينهوا الناس عن الفساد دي كانوا منعوا إن نخسف بهم الأرض أو نغرقهم أو إلى إيه؟ أو إلى آخره. والبقايا في كل الأشياء هي نتيجة الاختيار والاختبار. الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل في القرآن يقول ايه؟ انزل من السماء ماء المطر فسالت اودية بقدرها. كل وادي خد اللي على ايه؟ على قده. وادي صغير ياخد شوية ماء صغيرين وادي كبير ياخد ايه؟ فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل هو نازل يقش القذرات والوسخات والقش والمش عارف الايه ويعملوا الريم اللي احنا بنقول عليه ده. فاحتمل السيل زبدا ايه رابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. احنا لما نحب نمصح يعني نمحص الذهب او نمحص الفضة يعملوا فيها ايه او الحديد عشان نطلع الصلب يعرضوا المادة على ايه على النار تقوم النار تغلي فيه وتطشطش وتطلع منه الايه الخبث الى ان يبقى الايه ان يبقى الصافي. وانزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اذا فالبقاء زي ما احنا نقول دلوقتي البقاء لمين؟ للاصلح. البقاء للايه؟ للاصلح. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض. اذا مهمة منهج السماء ايه؟ يملي منهج السماء. منهج السماء جاء ليزيد لله ملكا ابدا. ليزيد لله صفة من صفات الكمال أبدا. لأنه بكل صفات الكمال خلق. كل صفات الموجودة الكمال بها خلق فهي موجودة. يبقى إذن المهم إيه؟ أن تصلح حركة الحياة وتصلح حركة الأحياء. يبقى المسألة ضررها عائد على مين؟ على المكون أم على المكون؟ المكون. المكون ده بكماله ولا أبدا أحد. يبقى إذن كل مهمات منهج السماء أن إيه؟ أن يستقبل الإنسان الكون الذي طرأ عليه بما فيه من كل مقومات حياته وبقاء نوعه أن يستقبله بأمر اثنين. الصالح يتركه على صلاحه خلاص. فإن أراد أن يرتقي بالصالح إلى شيء أصلح يعمله بس إنما ما يفسدوش. ولذلك المؤمن قال إيه إذا قيل أنت صلح قالوا إنما نحن مصلحون. هم بيفسدوا قالوا إن إحنا إيه. طب وانت لو كنت بتصلحهم كان ربنا يضركم ما كنتوش تبقوا اعداء لله. ليه؟ لان الله يريد عمارة الكون عمارة سليمة بحيث يوجد في مجالات الاختيارات البشرية كمال وانسجام ونظام كالاشياء التي التي توجد فيما لا اختيار فيه. انت اذا نظرت الى الكون الاعلى الذي لا نقدر ان نتناوله بايدينا ولا أن نتدخل فيه تجد سائر سير محكم. الشمس بتجري بنظام والقمر بنظام والجمل بنظام والأرض بتدور بنظام والريح بيهب بنظام. كل حاجة ليه؟ لأنها ليست في متناول من؟ في متناول البشر المختار. وكل فساد في الكون يأتي مما أدخل الإنسان فيه يده على غير منهج خالقه. لكن لو على منهج خلقه كانت استقامت إيه؟ قد استقامت الأمور في الأمر الاختياري بمنهج الله كما استقامت الأمور التي لا دخل للإنسان فيها. ولذلك اقرأ إن شئت والسماء رفعها أي بلا عمى ووضع الميزان وشايف الأمور مستقرة. ليه؟ عشان لا تطغوا في الميزان. تشوفوا مدام دي أمورها كده مستقيمة كده عايزين بقى تعدلوا الكون في الأمور الاختيارية فامسكوا الميزان بإيه؟ بدقة. ليه؟ لأن الميزان انعوج يفسد حركة الحياة. ليه؟ لأن معنى عوجة الميزان أن الإنسان الكادح الذي يعرق يجي واحد عواقلي ياخد خيره. ومدام أكل بغير تعب استمرأ هذا
ورآه غيره يطرف بلا تعب وبلا عرك يوم يعمل ايه؟ يعمل زيه. تبقى الحكاية كلها عايشة ايه؟ عايشة بلطجة. يوم اللي عنده قدرة على العمل يوم يقولك يكفيني ان اعمل على قدر حاجتي، ما هي مش ثمرة عملي غير مصونة. لو ان ثمرة العمل مصونة بالعدالة وبعدم الظلم كان كل واحد يعمل ايه؟ كان كل واحد يقبل على حركة الايه؟ على حركة الحياة. لو نظرت حتى الى العبادات وجدت الاسلام حينما بني على 5 اركان، اولها ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله، وتلك كما قلنا يقولها الانسان في عمره مرة واحدة وامن وخلاص انتهت المسألة. طيب وبعدين ايه الركن الثاني؟ الصلاة. الصلاة دي بكل يوم 5 مرات. طب والزكاة؟ الامكان انا فقير ما عنديش ما ازكي به، يبقى يسقط الركن عني. يبقى فيه فرق بين اركان الاسلام واركان المسلم. هي ركن من اركان الاسلام، يجب لكل واحد انه يعتقد ان الزكاة ركن، انما اللي مش غادر ما بقتش ركن الاسلام ما عندوش. طب مريض ولا يستطيعش يصوم، برضو الركن لازم. طب ما عندوش استطاع يحج، يبقى سقط عنه. ماذا بقي ايضا من الاركان؟ ما فيش الا هي الصلاة بس. ولذلك قال هي ايه؟ عماد الدين. الله قال لك ولانها هي العماد والباقي قد يسقط، لم يحرم الله مقيم الصلاة من بقية الاركان في الصلاة. ليه؟ اما قال لك مش الركن الاول شهادة ان لا اله الا الله بتقوم تقولها في العمر مرة؟ لا دي انت هتقولها في كل صلاة، يبقى حققت الركن الاول. طيب والزكاة؟ أم قال لك ايه وانت بتزكي بايه؟ مش بتزكي بالمال من عندك والمال نتيجة العمل؟ ايوه، العمل فرع الوقت، يبقى انت تزكي ببعض المال ها، والمال اللي بتزكي عنه نتيجة ايه؟ العمل. والعمل جاي منين؟ من شغل الوقت بالحدث الفعلي. خلاص، هي الصلاة مش بتاخد من بعض المال، لا ده بتاخد الوقت نفسه. يبقى تاخد اصل الايه؟ الزكاه بتاعته من مين؟ يظن الناس ان هو هيتعطل عن شغله، يقول له زي ما بيظن الظن ان لما بيطلع قرشين من الزكاه بتنقص الايه؟ بتنقص الفلوس اللي عنده. نقول له لا، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه؟ المضعفون. ده اللي بيضاعف، يبقى في ظاهرها انها ايه؟ نقص، وفي باطنها انها ايه؟ فاذا ضحيت بالوقت اللي بتاخده للصلاة، ان استغرقت الصلاة في مجموع اوقاتها 5 ساعة، الساعة دي انت اختصرتها من عملك. يبارك الله لك في الطاقة في الساعات الباقية بركة تعوضك فوق ايه؟ فوق ذلك. طيب يبقى فيها زكاة بايه؟ بالوقت، مش بالمال الناشئ عن الوقت، لا بالوقت نفسه. طيب وفيها صيام؟ قال لك ايوه فيها صيام، لان هو الصيام ده انت بتمتنع في الصيام عن شهوتها البطن والفرج، انها بتتحرك ولا لا وبتعمل ولا لا؟ اهي الصيام بتمتنع عن دول وعن شيء ازيد، يبقى امسكت عن اشياء كثيرة اكثر من امساكك عن مين؟ عن الصيام. طب والحج؟ كل ما تقف في المسجد وتيجي تصلي بتتجه لمين؟ الى بيت الله. يبقى اذا فيها كل الاركان. ولذلك قلنا سابقا ان لأهمية الصلاة هي الباقية مع الانسان الى اخر رمق في حياته، الى اخر رمق. ان ما قدرش يصلي واقف بيصلي قاعد، مش قاعد يصلي ايه نائم، ان ما قدرش يحرك يصلي برموش عينيه، ان ما قدرش يخطر افعال الصلاة على ايه؟ هذه مسألة ايه. ولذلك قلنا ان الصلاة قد اخذت اهميتها في التشريع على قدر أهميتها في التكليف. ليه؟ قال لك كل تكليفات الإسلام إنما جاءت بواسطة الوحي، إلا الصلاة ما جاتش بالوحي، إنما جاءت بالمباشرة من الله. وإحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إذا كان هناك رئيس ومرؤوس والرئيس عنده أمر مهم يقوم إيه؟ أمر مش مهم بيعملوا روتيني، يروح في الورق ويروح مش عارف ايه وقاعدين يتكلموا سلام ودفتر واستلام وبتاع، يمكن يتركن. طب وان كان مهم شويه يعمل ايه؟
يروح مكلم صاحب الشأن في التليفون يقول له جاي لك مثلا معاملة صفاتها كت 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 يعني معناها ايه اعتني بيه. طب وكت اهم شوية بقى جاي من حتة تانية عالية قوي يقول له بقى تعالى عندي دلوقتي احسن انا عايزك ويروح مسلمه المعاملة كده يقول له خذ المعاملة دي يبقى ايه ويعملها من قبل ما يروح المكتب يعملها وهو ماشي في الشارع وهو ماشي على ما يروح المكتب يكون خلص الشغل. الله. فكذلك الصلاة استدعى الله رسوله اليه ليفرض عليه الصلاة وتحية أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لأنها شرعت في قرب محمد من ربه جعل الصلاة المفروضة في القرب وسيلة لقرب أمته جميعا. تبقى هي دي الباقية ولا مش الباقية؟ هي دي الباقية. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه أقبل على القول فقال أي آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ أرجى يعني تدينا رجاء تدينا أمل تدينا طمأنينة تدينا بشرى إن إحنا برضو هنبقى كويسين وربنا هيقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا. أي آية في كتاب الله إيه أرجى عندكم؟ سؤال من الإمام. فقال بعضهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح تدي رجاء ولا ما تديش؟ تعطي رجاء. فقال الإمام حسنة وليست إياها. برضو دي حلوة منكم إنما مش إيه مش هي يعني. فقال بعض القوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور. قال حسنة وليست إياها برضو حلوة إنما مش إيه إنما مش هي دي. فقال بعض القوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال حسنة وليست إياها. ما كل ده فيها رجاء صحيح إنما مش هي اللي فيه مش هي اللي عنه. فقال بعض القوم والذين وقال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. قال حسنة برضو وليست إياه. فأحجم القوم كل ما يقول لهم حاجة يقول له هي كويسة منك دي إنما مش هي. طيب فأحجم القوم يعني إيه سكتوا ولم يتكلموا. قال الإمام رضي الله عنه وكرم وجهه ما بالكم يا معشر المسلمين يعني سكتوا ليه؟ زي ما الواحد يكون بيكلم ناس ويسكتوا منه يقول انتوا مالكم بل ايه اللي حصل؟ ما بالكم يا معشر المسلمين ايه يعني؟ قالوا لا شيء والله ما عندنا شيء ما عندناش يعني. قال شوف بقى التشويق كن يقول دي حسنة بس مش هي ودي حسنة بس مش هي ودي حسنة بس مش هي. شوف التشويق بقى قد ايه بقى يبقى كلهم عملوا ايه رأبت اعناقهم واغهفت اذانهم عشان يشوفوا ايه الحكاية دي اللي إيه؟ قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجى آية في كتاب الله قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية. دي إيه؟ أرجى آية. يا علي إن أحدكم لا يقوم من وضوئه يعني يتوضأ فتساقط عن جوارحه ذنوبه. تساقط يعني تتساقط. عندهم لما فعل يبتدي بتاءين اثنين يقوم يكتفي بايه؟ بتاء واحده. ان احدكم لا يقوم من وضوءه فتتساقط ايه؟ من حول جوارح ذنوبه. فاذا اقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل يعني ما يتلفتش الا وقد غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه. ف
فإذا أحدث شيئا بين الصلاتين فله ذلك. ثم عد الصلوات الخمس واحدة واحدة فقال بين الصبح والظهر، يعني إذا أحدث ذنبا بين الصبح وبين الظهر والعصر وبين العصر وبين المغرب وبين العشاء والفجر، خلاص له مثل ذلك. ثم عد كل الصلوات ثم قال يا علي إنما الصلوات الخمس بالنسبة لأمتي كنهر جار بباب أحدكم، أولو كان على جسد واحد منكم درن ثم اغتسل في البحر خمس مرات أيبقى على جسده شيء من الدرن؟ قال فذلكم والله الصلوات الخمس لأمتي. تبقى هي دي الباقية اللي بتفضل وانا لحد ما تغرر الروح، وهي اللي دائمة، وهي التي ايه لها هذه الايه هذه الآثار. يبقى اذا لو نظرنا الى الاعمال لوجدنا كل عمل له مجاله في عمره الا مجال الصلاة، فمجالها كل عمر الايه كل عمر الايه الانسان. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وهل جعل الله أمة محمد خير الأمم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان إيه؟ إيه ما هي عنصر الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك كانت أمة محمد هي خاتمة الأمم اللي ما يجيلهاش نبوة بعد كده، ما يجيلهاش رسالة بعد كده. ليه؟ قال لك لأن الرسالات كانت تأتي حينما يضع الله المنهج لأول الخلق في النفس الإنسانية، يكون الإنسان منعته في ذاته يعمل الذنب ثم يتوب من نفسه على نفسه ويرجع ويوبك نفسه ومش عارف إيه ويرجع، دي النفس الإيه اللوامة. طب فإذا من ما استقر أمره على المعصية وبقت نفسه أمارة بالسوء ما عادش لوامة خالص، نقول له المجتمع حوله يعدلها. طب فإذا فسد المجتمع أيضا في لا هي فيه مناعة ذاتية في ذاته ولا في المجتمع، قال لك لازم السماء تتدخل بقى. إلا في أمة محمد فقد أمنها أنه سيظل فيها إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر. ولذلك لم يوجد فيها أنبياء بعد رسول الله، ولذلك يقول الرسول تأكيدا لذلك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. اوعوا تفتكروا العلماء هم اللي انتوا عارفينهم منهم، العلماء دول كل من يعلم حكما من أحكام الله عالم به وعليه أن يبلغه يبقى عالم به، مش هم العلماء اللي قاعدين علشان يقولوا كذا، لا أبدا. كل من علم حكما من أحكام الله دعا الله رسول الله له، قال نضر الله امرأة سمع مقالة فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولذلك هناك إيه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذا إيه؟ في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إيه؟ ويوم لا يثبتون لا تأتيهم إيه؟ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا معذرة لربنا، يعني إحنا بننهى معذرة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بإيه بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يبقى إذن في عنصرين اثنين، العنصر الأول إن ما فيش منهم طائفة تنهى عن الفساد، العنصر الثاني إيجابية ثانية دي سلبية،
انما في ايجابيه ثانيه، المطرفين بقى يا اهل ايه يفتحوا باب الترف على ايه على مصراعيه. وما دام فتح باب الترف على مصراعيه ديا المذله بتاعه البشر، باب الترف اتفتح، وانسان امكانياته لا تترفه في المجتمع يحب يعمل ايه بقى؟ يزود امكانياته، يسرق، يرتشي، يغصب. كل المسائل دي بتنشا من ايه؟ من ان الانسان راى مترفين يتنعمون بنعيم امكانياته لا تؤهله اليه، ها، وما قدرش يضبط نفسه عنه، فعمل ايه؟ فحب يجيب له امكانيات. يجيبها منين؟ يجيبها بالايه؟ بالسرقه وبالايه؟ وبالظلم. يبقى دي يبقى اذا، ولذلك هناك واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. بس خدوا بالكم ان الناس بتفهم الايه على غير وجهها، فاهمين ان الفسق نتيجه الامر. يقول لك امرنا مترفيها ففسقوا، لا، امرنا بما نامر به وباي شيء يامر الله. ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الامر، مش كده ولا لا؟ يبقى ايه امرنا مترفيها؟ اي بمنهجنا، مش كده؟ طيب، وكان من نتيجة الأمر لأنهم مختارين عملوا وفسقوا، فلما فسقوا حق عليها قوله. يبقى الفسق نتيجة الأمر ولا نتيجة مخالفة الأمر؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ الأمر. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. كلمة ظلموا كأن مادة الطرف اللي هم خذوها ديا جاء من إيه؟ جاء من الظلم، يعني من عرق الغير، يعني من حق الغير. مش اترف كده زي ما بيقولوا بينبتع دراعه، لا. كلمة ترف معناها النعمة، ترف الرجل يترف زي فرح يفرح، بقت عنده نعمة. فيه بعد كده اترف، وفيه ايه؟ اترف. يبقى ترف واترف واترف. طرف يعني بقت عنده نعمة يتنعم به، هذه أول مرحلة. أترف أطغته النعمة، أطغته الإيه؟ ونسي المنعم. خد النعمة من إيد ربنا وقعد إيه؟ يعصي بها ربنا، يبقى أترف. يقوم ربنا يعمل في إيه؟ يقول أنت حلت ليك الحكاية دي قوي، سنعينك عليها. نترفك. نترفك يعني نعمل إيه؟ نزود لك الطرف. نزود لك الايه؟ يبقى عندنا ترف الرجل، ده معقولة كويسة قوي. واترف النعمة اللي خلته ايه؟ يبطر ويطغى. واترف ربنا امدله في النعمة بواسع قوي 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 قوي، علشان ايه؟ علشان ياخده اخذ عزيز مقتدر. ولذلك هناك الايه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فتحنا عليهم ابواب كل، ايوه، الرزق يجي له من هنا ومن هنا. يقول لك ده بيلعب في التراب يجي فلوس، مش ايوه، خد يا اخويا. فتحنا عليهم ابواب ايه؟ كل شيء. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. عشان يبقى ايه؟ لما تشوف واحد كده بيمسك عدوه ويرفعه كده، اوعى تفتكر انه بيهشكه، ده بيعليه كده هو علشان يجي الايه؟ يجي الهدر كبير. والا ففي حد يقدر يوقع حد من على الحصيره؟ لازم يعليه كده. فلما نفوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا ايه؟ اخذناهم. اهي فتحنا عليهم ابواب كل شيء، هي ايه؟ واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، دلهم نعمه عشان تطيعوا. ولذلك لتتنبه في كلمه الفتح، الفتح كلمه تخلي نفسك كده منشرح عليها، تقول له بس خد بالك المتعلق بتاعها: أفتح عليك أم فتح لك؟ أفتح عليك أم فتح لك؟ إن كان فتح عليك إيه، وقول افهم إن النعمة دي علشان إيه؟ تنزل. إنما فتح لك، ولذلك إنا فتحنا مش عليك، إنما فتحنا إيه؟ لك. إنما فتحنا عليه يعني جاي له بالإيه؟ بالطبع. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، هم مغفلين بقى وكانوا مجرمين.
مجرمين يعني يرتكبون الايه امال هيجيبوا الظلم منين امال هيترقم ازاي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ساعة ما تسمع ما كان تقول ما كان لفلان ان يفعل كذا، يعني ايه معنى ما كان لفلان ان يفعل كذا؟ يبقى فعل ولا ما فعلش؟ انما ما كانش صح، انما ما كانش ينبغي. فيه فرق بين نفي الوجود ونفي انبغاء الوجود. يعني لما يجي يقول ايه وما علمناه الشعر، بيقول على رسول الله، هم بيقولوا عليه شاعر، قال ما علمناه الشعر، مش ما علمناه الشعر لان طبيعته جامده مش رقيق، ما يقدرش يتناول المعاني الحلوه، ما يقدرش يجيب اسلوب كويس، لا ما ينبغي له، ما ينبغيش ان هو يبقى شاعر، ما ينبغيش ان هو يبقى ايه. يبقى فيه فرق بين نفي الوجود ونفي انبغاء الوجود ونفي انبغاء. فبيقول ايه ما كان لزيد ان يفعل ذلك، يبقى ما يصحش ان هو ايه يفعل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني ما تجيش منه دي ابدا، ما ينبغيش انها تجي منه. ليه؟ لان اللي بيظلم ده عايز ايه من الظلم؟ ما مراده من الظلم؟ مراده من الظلم انه ياخد حق الغير عشان ينتفع بيه، يزود وجده من مين؟ من على غيره. وربنا هيظلم الناس عشان يزود ايه؟ ده هو واهب الاشياء. يبقى اذا الظلم ما هوش مش وارد خالص. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، القرى اللي هي اماكن السكنه. اذا سمعت ان كلاما تعلق بالمكان فاعلم ان المراد المكين، واسال القريه التي كانت حاضره البحر، واسال القريه التي كنا فيها والعير التي ايه يبقى ما بيسال القريه بيسال المكان ولا بيسال المكين في الايه المكان. وما كان ربك ليهلك القرى اي اهل الايه القرى بظلم بمجاوزه حد، انما له ان يهلكهم بعدل. يهلكهم بايه؟ بعدل. ليه؟ ام قال لك لان الظالم حين تاخذه بالعقوبه تبقى انت صحيح تعبته، انما ريحت مين؟ ريحت كل المظلومين، تبقى دي العداله ولا لا؟ ولذلك يجب حين ترى انسانا يعاقب على جريمه اياك ان تاخذك به الرافه. ولذلك ربنا قال هناك ولا تاخذكم بهما ايه ما تنظرش الى نزول العقوبة عليه، ولكن انظر هو عمل ايه. ولذلك من خطأ التقنينات الوضعية البشرية التراخي في انفاذ الحقوق في التقاضي، لان يقعد جريمة تحصل النهاردة ما يحكمش فيها الا بعد 10 سنين. طب ما هي الجريمة اللي حصلت بعد 10 سنين بهتت بشاعة الجريمة وبقيت فظاعة انهم حيقتلوا الرجل اللي قتل ده دلوقتي قدامي، ديك راحت، فلازم دي تكون في حمو دي. ليه؟ عشان اللي يتذكر البشاعة في المقتص منه يتذكر الجريمة في المقتص من اجله. تبقى دي بميزان ايه؟ بميزان واحد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فيه آية تانية واهلها غافلون. يبقى إذن لا بد من إزاحة الغفلة أولا، وإزاحة الغفلة دي بالإيه؟ بإرسال الرسل وبالنذر وبالبيان. ليه؟ لأن حتى القوانين الوضعية يقول لك ما فيش عقوبة إلا بتجريم، في واحد يعاقب واحد كده إلا إذا كانت فيه جريمة. طب وانت اللي تقول ده عمل جريمة لازم تنص على الجريمة من الأول. يبقى ولا تجريم إلا بنص، ولا نص الا بعلم، لازم يعلمه بان دي كذا. يبقى اذا اول مرتبه ما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايه غافلون. بعد ما يديله المعلومات نقول ما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايه واهلها مصلحون. مصلحون قال لك ايوه. ما هو الاصلاح؟
قلنا أن الإصلاح في الكون هو استقبال وجود الله استقبالا ننتفع به انتفاعا ابتدائيا. ربنا ما أداش الضرورة لخلقنا إحنا، ما أداش الضرورة عشان نبتكرها، ربنا كفانا ضروريات الحياة. ولذلك قلنا كل مبتكرات الحياة، كل الاختراعات، كل الآلات ما بتديش ضرورة في الحياة، إنما بتدي إيه؟ بتدي طرف في الحياة. إنما الضرورات ربنا عمل فيها إيه؟ ده بهلنا كلها ضرورة بقاء الحياة في الطعام وفي الشراب وفي الهواء، ضرورة بقاء النوع الإنساني في التزاوج. يبقى جاب لنا الضرورتين الاثنين، هو تكفل بها ولا ما تكفلش. كل ما يحدث من الاختراعات إنما هو طرف في الإيه؟ طرف في الإيه؟ في الحياة. يبقى قلنا المصلح هو الذي يترك الصالح على صلاحه، أو إيه؟ يزيده إيه؟ يزيده صلاحا يؤدي إلى طرفه وإلى راحته وإلى الوصول إلى الغاية بأقل مجهود في أقل إيه؟ في أقل وقت. القرى اللي أهلها بتصلح دي ربنا ما ينكهاش. طب بتصلح نتيجة إيه؟ النتيجة إيه؟ جاي الإصلاح ده جاي من إيه؟ إما أن يكون إصلاح منهج نزل من الله، افعل كذا ولا تفعل كذا، عشان يعمل توازن في حركة الإنسان مع الإنسان حتى لا تتعاند الحركات بل تتساند وتتعاضد. وإما أن يكون هم مش مؤمنين بمنهج سامع، ولكن بطبيعتهم كده اهتدوا إلى أن ده عمل كويس يريحهم، زي الأمم مثلا الملحدة إن اهتدت إلى شيء ينظم حياتهم. أمنع الله العقل البشري أن يصل إلى وضع تقنين يريح الناس؟ ما منعش، بس هو ما وصلش إلى وضع قانون يريح الناس من أول الأمر. ده ما وصلش إلى القانون إلا بعد ما كتلوا إيه؟ مسالب ومتاعب حد يريح الناس. لكن تقنين السماء إمتى؟ بيجي من الأول عشان الناس ما تقعش في متاعب. يبقى إن جاء البشر بتقنين يؤدي لهم مصالح نقول له جاء بعد إيه؟ بعد أن عضتهم الأحداث. فأهل الإصلاح التفتوا قالوا عايزين نمنع التعب ده، نمنع التعب ده، نقلل من كذا وكذا وكذا. نقول لكن أنت بتعالج، ولكن الله بإصلاحاته وقى. وفرق بين الوقاية التي لا تأتي بالمرض وبين العلاج الذي يعالج المرض، يا يشفي يا ما يشفيش. أهلها مصلحون، يبقوا متبعين منهج سماوي للإصلاح. طب يفرضوا مش متبعين منهج سماوي وفي إصلاح عندهم، أم قال لك يبقى الحق سبحانه وتعالى ما يهلكش القرية لأنها كافرة، بل يبقيها زي كافرة حقوقها وبعضها ماشي تبقى ماشي، بس على المؤمن أن يعلن منهج الله له. أقبلوا عليه أقبلوا، ما أقبلوش نكتفي منهم بأنهم لا يعارضون منهجنا. ولذلك البلاد التي فتحت إسلامية أخذوا فيها جزية ولا ما أخذوش؟ معنى أخذ الجزية إيه؟ مش ان في ناس بقيت على دينها؟ اذا الاسلام ما دخلش عشان يحمل الناس على انهم مسلمين. الاسلام انما جاء بالقوة ليحمي اختيار الانسان لعقيدته. مدام حمى اختيار الانسان لعقيدته نتركه حرا يختار ايه؟ يختار ما. فاذا كانوا الناس مصلحين بس مش مؤمنين بالله، ربنا ما يهلكش القرى، ربنا ما يهلكش القرى ويديلهم الدنيا بتاعتهم. من كان يريد حرص الاخ ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، بس الآخرة ما يبقاش له فيها إيه؟ ما يبقاش له فيها نصيب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الإنسان السيد في هذا الكون طرأ على كون فيه كل مقومات الحياة، ما فيش مقوم حياة جه بعد ما وجد الإنسان. كل المقومات الإنسان ربنا قال له إنه سخرت لك كل الكائنات اللي موجودة دونك وبتخدمك ولن تتأبى عن خدمتك ولو كنت كافرا به، لأن زي ما قلنا عطاء الربوبية للمؤمن وللإيه؟ للكافر. لأن من الذي استدعى الكافر للوجود؟ الله هو الذي استدعاه للوجود. ما دام قد استدعاه للوجود يبقى يضمن له حاجتين اثنين، بقاء حياته وبقاء نوعه. فان امن به كاله يقول له خذ مني افعل ولا تفعل، يبقى دي لها شيء ودي. يبقى عطاء الربوبيه تربيه ورزق
وإمداد بمقومات الحياة، وذلك أمر للمؤمن وللطائع وللعاصي. ولكن عطاء الألوهية افعل كذا ولا تفعل كذا في مجال اختياراته. فواحد يأخذ العطاءين، يأخذ عطاء الربوبية ويأخذ عطاء الايه. هؤلاء هم سعداء الدنيا وسعداء الآخرة. زي الإسلام في أول أمر قم خدوا عطاء الألوهية افعل كذا ولا تفعل كذا، وعطاء الربوبية عملوا ايه في الأرض؟ قعدوا يبحثوا في الأرض ويعملوا العلم التجريبي ويخترعوا ويوضعوا المبادئ اللي هي أسس للحضارات الحديثة دي كلها. يبقى أخذوا ايه؟ سعادة الدنيا وسعادة الدين. وفي واحد ياخد الأسباب الدنيوية عطاء الربوبية، وفي عطاء الألوهية افعل ولا تفعل يبقى على كيف هو حر. يقول له والله حنديها لك، ما نضيعش أجر من أحسن عمله، حندي لك كل حاجة. ولذلك ديا بتخلي كثير من السطحيين في الإيمان يقول لك يا أخي الأمم الكافرة بالله هي اللي بتعمل اللي مش عارف الاختراعات، وهي اللي بتعمل كذا، وهي اللي مترابة، وهي اللي بتدي معونات اللي مش عارف. نقول له ايوه، لانها اخذت عطاء مين؟ الربوبية، فاحسنت استقبالها، خدت الاسباب واستخدمتها. وانت لما ما خدتش الاسباب لازم تتأخر. اذا لكن هل كان التأخير ملازما لك في اسلامك، ولا كان الاول بناخد برضو عطاء الربوبية وبنعمل؟ وكنا في الامم امتنا كانت هي الامة المنيرة، وهم كانوا في العصور الايه؟ كانوا في العصور المظلمة. يبقى من اخذ العطاءين عطاء الربوبية وعطاء الايه؟ الالوهية، يسعد في الدنيا بعطاء الربوبية ويسعد في الاخرة بعطاء الالوهية. والذي يأخذ عطاء الربوبية فقط يقول لي يسعد بها في الايه؟ في الدنيا، ويبقى ما له في الاخرة من ايه؟ طب واللي خد عطاء الالوهية؟ نقول له والله انت خدت عطاء الالوهية هتبقى دنياك خربانة ودنياك تعبانة، إن كنت ترضى بأن تعبانة فلن تأمن أن يغلبك قوي على دينك، تبقى أنت برضو ما أديتش دينك. ليه؟ لأن احنا قلنا إن حركة الحياة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وقد جعل. مش بيقول ربنا إن ما فيش دبة في مش عارف إيه إلا أمم أمثالكم، كل واحدة أمة. طب الأمم اللي أمثلنا دي حيوانات، نباتات، جمادات، دي عالم له نظمه ولا ملوش نظمه؟ وهل يتخلف واحد منها عن نظامه المجعول له من الله؟ أبدا. هل الشمس جت قالت والله أولاد الإيه بني آدم دول يغلبونا مش طالعين عليها؟ ما أمكنش، برضو بتطلع. طيب الهوى قال لا انا والله لازم اكتب انفسهم واحيز ما حصل، ما بتأديش. وبقي من السيد وهو الانسان الى لقاء اخر.